اه معلش محمد، ابو واحد معانا اوريدي وبيسمع، بس هو في المواصلات فمش هيعرف يكون متفاعل، بس هو اوريدي معانا ومركز يعني. ماشي ماشي، نورة يا شباب، تنورت. ماشي، ماشي هو اللي هو لحضرتك. حبيبي ماشي حبيبي حبيبي، ماشي شكرا، تنورت حبيبي تنورت حبيبي، عليا. اتفضل حبيبي. فبقول لكم يا شباب، انا دلوقتي عملت ريكورد اهو خلاص. بصوا يا شباب، الاكسل بمجرد ما انت بتتعلمه، الاكسل فيه ميزه مش موجوده في البرامج التانية. والله هقول لكم ازاي. الاكسل فريندلي جدا، الشاشه بتاعته او اليو اي بتاعه فريندلي قوي، قريب قوي من الناس، يعني تختار وتعمل سيلكت وحاجات بسيطه. حد شاف البايثون يا شباب عامل ازاي من جوه؟ حد اشتغل بايثون؟ اه انا شغال بايثون شفت البايثون عامل ازاي؟ عباره انت بتكتب اكواد بالظبط، بس، تكتب اكواد تكتب بس، انجليزي اصلا تكتبش يعني انت كود لو مش كمان. عارف انجليزي انت هتتعب اساسا. فانت فتخيل بقى، انت عباره كله عباره عن بتكتب. فماشي ماشي، يعني انا قصدي عبد واحد ايه، انا قصدي السيكوال. انا دلوقتي شغال سيكوال، يعني انا دلوقتي انا بدي يعني في محاضرات بديها سيكوال يعني. فانا بقولها لكم، الاس كيو ال كتابه برضو، ما فيهوش معادلات. يعني مثلا عارف انت، مثلا لما تيجي تفتح اكواس في اف، فاكرين اف اللي احنا خدناها دي من ليه؟ اف جوه اف جوه اف، الاقواس كل ما تفتح قوس بيديك لون مختلف، يعني قوس بلون الموف، قوس بلون الاحمر، قوس بلون الاخضر. في السيكوال ما فيش الكلام ده، انت بتقعد تكتب اكواد بس، بتقعد تكتب كتابه بس. البايثون نفس الكلام، بتقعد تكتب برامج بس. انا قصدي ان الاس كيو ان الاكسل بمجرد ما انت هتتعلمه، انت اوريدي انت خدت حوالي 50 او 60% من البرمجه، لان الاكسل اليو اي بتاعه هو فريندلي، تعرف تشتغل عليه، سهل جدا في التعامل، بسيط. تقدر بقى من الاكسل بقى تقدر مثلا تنقل مثلا على باور بي اي، تنقل مثلا على اس كيو ال، تنقل على بايثون، تنقل على. انا من الاخر، انا دي يعني اللي داخل اللي عندي على اللينكد ان هيشوف شو نازل بوست يقول لك اكاد اجزم ان الاكسل احسن برنامج اتعمل في التاريخ. الاكسل يا شباب ده بيسهل عليكم شغل بالهبل، وبسيط جدا وسريع، وتقدر تعرف يعني ايه معادلات وكده، وده بيأهلك بقى انك تخش مثلا اس كيو ال، تخش مثلا في البايثون، تخش بقى في البرمجه بقى وعالم الاي اي والماشين ليرنينج والحاجات الكبيره دي. انا بقول لك عبد الواحد، والله فعلا فعلا لا، انا بحب الاكسل جدا جدا، مش والله مش يعني مش عشان اللي انا بدرسه، هو طبعا انا درست حاجه انا بحبها طبعا، بس فعلا فعلا الاكسل هيفتح لكم مجالات رهيبه في الشغل. بس نتوكل على الله. الله الله عليك يا عبد الواحد، والله يمكن حضرتك حبيبتي. الله الله عليك والله، يعني حبيبي. ماشي، يلا بينا نفتح. نعمل الاول بس على دي الاول. ممكن الداتا دي عبارة عن ايه بس؟ يعني نفهم الداتا دي ايه؟ استنى بس يا صاحبي وانا هدلعك. والله والله حاضر، يعني ان انت عايز والله يا عم. استعجل. لا والله يعني ان شاء الله هننبسط يعني. بصوا يا شباب، احنا اول حاجه نقلنا على الباور بي اي. ليه اخترنا الباور بي اي؟ الباور بي اي احنا دلوقتي لما احنا جينا اتكلمنا خالص في موضوع الاكسل، احنا اتكلمنا عن الداتا اناليسيس، قصدي اتكلمنا الاول اللي هي تبقى يوزنج اكسل وباور بي اي. طب ليه الباور بي اي؟ الباور بي اي حلاوته ان هو سهل، اداه طبعا قويه، ذكاء الاعمال، الفيجواليز بتاعها جامد قوي. فيجواليزيشن كلمه مجعلصه كده، فيجواليز يعني التصورات، الرسوم البيانيه، الخرائط اللي جوه، الحاجات اللي البيانات جوه، المرئية. الرسومات المرئيه، حاجات حلوه جدا. وكمان الباور بي اي اداه برضو ان هي بتحلل، وان انت مثلا تقدر تخش في الداتا بشكل اعمق. وكمان خدوا بالكم بقى في اللقطه دي، بتشيل بيانات قويه جدا. يعني الاكسل الاكسل كاكسل بيعطل شويه، لكن دلوقتي انت عندك الباور بي اي عشان جواه طبعا بقى الباور كويري وجواه الباور بيفوت، فالموضوع بيكون قوي جدا، تقدر تحمل عليه بيانات بالمليون، مش بهزر، بالمليون. فالموضوع في الباور بي اي قوي جدا، وكل شويه في تحديث. طب ليه الباور بي اي بقى خصوصا؟ بصوا يا شباب، الباور بي اي سنه 2016، دي مجله اسمها جارتنر، مجله يعني مشهوره، يعني ان هي في تحليل الاعمال وكده. الباور بي اي في شهر في فبراير 2016، فبراير 2016 كانت، بص مايكروسوفت كانت فين؟ وكان فوق هنا تابلو. حد سمع عن تابلو دي قبل كده؟
تابلو حد سمع عنه ولا لا؟ تابلو يا شباب، تابلو عامل زي الباور بي اي برضو من شركه تانية، وبرضو بيستخدم في الفيجوالايز وكده. نيجي بقى هنا مثلا في 2024 في 6 في شهر 6 2024، بصوا مايكروسوفت بقت فين. الفكره في الحسبه بتاعتها بقت ايه بقى؟ اللي هو ability to execute، اللي هي سهوله الشغل، يعني هل بنشتغل عليه كويس. فبصوا مايكروسوفت طالعه لفوق، وكمان completeness of vision اللي هو الرؤيه المتكامله. فبرضو مايكروسوفت كل ما تطلع في الاتجاه ده كل ما تبقى احسن، يعني بدل ما تكون فوق او بالجنب، لا انت هتطلع بالسامبوكسه كده، فكل ما تبقى احسن. بصوا مايكروسوفت بقت فين في سنه 24، وتابلو اتنقلت مع شركه اسمها سيلز فورس. سيلز فورس دي يا شباب اي ار بي، حد شغال هنا باي ار بي؟ احنا شغالين اي ار بي سيستم. اي ار بي ايه يا خليل؟ اودو. احنا شغالين على ساب، اوراكل، اي اكس داينامكس. داينامكس اي اكس داينامكس. اه 365 داينامكس، انا عارف دي من اشهر الحاجات. ايه الداينامكس 365 اي ار بي اللي هو ساب هنا، اوراكل، اودو، اي ار بي نيكست، دي بيبقى اغلبيه البرامج اللي شغاله في مصر. فبصوا مايكروسوفت بقت عامله ازاي، بقت طالعه فوق في السماء، يعني بقت ما شاء الله بقت جامده جدا. بصوا من 2016 ل 2024، فبقى الاحتياج وبقت الناس لازم يقول لك باور بي اي باور بي اي باور بي اي، او مش باور بي اي بس، يعني قصدي ان هو حزبه مايكروسوفت كلها اللي هو اكسل، باور بي اي، اسمه ايه ده، كذا حاجه تانية تخش مع المايكروسوفت تقدر تشتغل بيها. طب ليه باور بي اي؟ بيقول لك مثلا ايه بقى، تفاعل وتكرير اللوحات، اللي هو انتوا فعلا لما تشوفوا التصورات اللي على الباور بي اي فعلا هتلاقيها شكلها حلو جدا. اللي هو انت بقى بتتعامل بقى مع اكتر من مصدر، بس برضو الاكتر من مصدر ده برضو تقدر تفتحه على باور كويري او باور بيفوت، صح ولا غلط يا شباب؟ انت ممكن تعمل نيو سورس وتجيبه من على باور كويري او باور بيفوت، صح ولا؟ السلام عليكم ولا لا؟ صح صح. طب تمام. تحديث البيانات تلقائيا، الحته دي التحديث البيانات تلقائيا دي بتكون في الباور بي اي سيرفيس مش ديسكتوب. احنا اللي احنا بنشتغل عليه ده الديسكتوب، فاهمين قصدي يا شباب؟ دي بتكون في الباور بي اي سيرفيس. تصور البيانات طبعا دي بتبقى حاجه حلوه جدا، ان هو استخدام اللي هو الصفحه الشكل صفحه الباور بي اي شكلها سلس كده وجميله. وكمان طبعا تعمل تعاون ومشاركه، وبرده الجمله دي برده تعاون ومشاركه دي بتكون في الباور بي اي سيرفيس. انا افتكروا كلمه باور بي اي سيرفيس دي، التحليل الذكي اللي هو بيعمل قدرات تحليل، وكمان دخل فيه كمان الكوبايلوت. حد سمع عن كوبايلوت؟ كوبايلوت ده عامل زي شات جي بي تي، اللي هو بيكون عامل زي ذكاء اصطناعي وتقدر تساله وهو يرد عليك جوه الباور بي اي. واخر حاجه خالص تكلفه معقوله، طبعا هيبقى طبعا لازم بفلوس، الفلوس بتاعت الباور بي اي سيرفيس وهكذا. طب نيجي هنا بقى تصورات الباور بي اي، بيوفر رسومات بالشكل ده كده. الشكل ده للاسف مش موجود في الاكسل قوي. بصوا الاكسل ده يا جماعه عامل زي موبايلات سامسونج كده، اللي هي ايه بتاعه حرت وبتاعه شغل الباور بي اي ده عامل زي الايفون كده، فاهمين قصدي ايه؟ اللي هو الحاجات الاليجنت، الحاجات اللي هي شكلها حلو كده، فاهمين قصدي؟ انتوا معايا صح؟ هنا بقى الايكو سيستم. الايكو سيستم دي هقول لكم ازاي، دي بتبقى نظام متكامل كده. يعني انا اول ما عرفت بحاجه اسمها ايكو سيستم دي عرفتها في هواوي. هواوي عاملين حاجه اسمها ايكو سيستم، لابات هواوي، موبايلات هواوي، اجهزه هواوي. فانت بمجرد ما بيكون معاك الاجهزه دي كلها بتربطها ببعض، فبيبقى الايكو سيستم سريع جدا. يعني ايه بقى ايكو سيستم؟ ايكو سيستم ان هو بيكون فيه اكتر من سورس. دي بقى الايكو الحته دي كده اسمها الايكو سيستم، اللي هو بيكون باور بي اي ديسكتوب، بعد كده بترفعها على سيرفيس، على باور بي اي سيرفيس اللي هي الانترنت يعني، او صفحه او ويب سيرفيس، وكمان على الموبايل. يعني الايكو سيستم هو نظام بيئه او بيئه متكامله خاصه بالباور بي اي بس، اللي بتتكون من مجموعه من الادوات، وبتتكون الادوات اهي الباور بي اي ديسكتوب ده اللي احنا شغالين عليه او اللي هنشتغل عليه، الباور بي اي سيرفيس، ودي خدمه سحابيه اللي بتسمح لك بمشاركه التقارير، ودي بفلوس. يعني دي بفلوس علشان لازم تكون مشترك في باور في باور بي اي برو او انتربرايز، الخدمه السحابيه اللي بتسمح لك بمشاركه اللوحات التي انشاتها باستخدام باور بي اي ديسكتوب، وكمان بتسمح بتحليل البيانات تفاعلي. باور بي اي موبايل، التطبيقات اللي بتسمح لك بعرض التقارير ولوحات المعلومات. باور بي اي ريبورت سيرفيس ده بيقول لك ده خادم تقاريري، اللي هو بيسمح لك بتخزين وتشغيل التقارير داخل الشركه بدون الحاجه اللي رفعها.
دي بتبقى حاجه اسمها باور بي اي ريبورت سيرفيس، دي بتبقى حاجه معقده شويه او اعلى شويه. وطبعا جواها الباور بي الباور كويري حبيبنا، وباور بيفوت اللي احنا الحمد لله الحمد لله اشتغلنا عليه. وخلاصه بقى دي بيقول لك الايكو سيستم ده بيسمح للمستخدمين بتوصيل مختلف انواع البيانات من مصادر متعدده وانشاء تقارير ولوحات غنيه بالمعلومات ومن ثم مشاركتها وتحليلها بالتعاون مع الاخرين داخل وخارج المؤسسه. ده شكل الباور بي اي تولز، ديسكتوب سيرفيس اسمها داتا جيت واي، ريبورت سيرفر، وموبايل ابس. الفكره في ده كله احنا بنشتغل على دي. انتوا سامعيني صح؟ انتوا كويسين؟ تمام تمام كويسين الحمد لله. الباور بي اي ديسكتوب اللي احنا بنشتغل عليه ده اللي هيبقى فيه اللي هو الشغل الصعب والضغط كله. طبعا بصوا انا بس كنت جايب الحته دي ليه؟ عشان الحته عشان الجزء ده. بص بيقول لك ايه، الباور بي اي سيرفيس تول از افيلبل اد برو لايسنس، ذا يوزر هاز تو باي $10 بير مانث. الله اعلم بقى هي زادت ولا قلت، الله اعلم. يعني قصدي ايه؟ ان الباور بي اي سيرفيس دي بتبقى مدفوعه، فاهم قصدي؟ يعني مش ببلاش. سطح المكتب بقى، باور بي اي سطح المكتب ده اللي احنا نبتدي فيه دلوقتي. تقدر ان انت تجيب منه الداتا، وكمان الباور بي اي سيرفيس ان انت بيقول لك بعد ما تعمل الداشبورد بتاعتك بيجي الوقت انك تشاركها مع التيم بتاعك، ودي للاسف مش هتكون موجوده معانا. او اغلبيتنا بنعمل ايه؟ الاغلبيه بتاعت الشركات حتى لو انت مش مشترك على البرو بتعمل ايه؟ بتحمله على يعني بتسيبه عندك على الجهاز عادي، ولما بتيجي تشرحه بتروح على المدير مثلا تعرض له البرزنتيشن من على جهازك، او تبعته له وهو يفتحه من على موبايل على من على الجهاز بتاعه وتعمله، فاهمين قصدي ايه؟ ف getting started with data source، دي الداتا سورس اللي بنشتغل عليها، اكسل ورك بوك، داتا فلوز، داتا فيرز. طبعا اغلبيه الحاجات اللي بنشتغل عليها الاكسل ورك بوك، السيكوال سيرفر، تكست سي اس في، وكمان اللي هو جوجل شيت. الحته دي الداتا ترانسفورميشن اللي هو فاكرين الباور كويري، ده الجزء بتاع الباور كويري وده هنشوفه دلوقتي، والجزء بتاع الفهم بتاع الداتا تايب. الداتا تايب يا جماعه حد يعرف الداتا تايب دي؟ اللي هي بتكون عبارة عن نوع البيانات، رقمية او كتابيا او تاريخ او ترو فولس اللي هو بوليان، او اللي هي بوليان لو حد شغال بالبايثون هيقولك بوليان دي يعني ترو فولس، والباينري اللي هي يس ونو اللي هي اسمها الباينري. الباينري دي اسمها يس ونو، الترو فولس دي اسمها بوليان. بوليان دي بتبقى حاجة كده اسمها داتا تايب اسمها بوليان، بي او او ال اي ان اسمها بوليان. بوليان يعني صح او غلط، تمام. والتاريخ طبعا بقى بيقول لك بقى يعني التاريخ بكل انواعه، انت عايز تاريخ فقط، وقت فقط، وقت وتاريخ، متقسم، الرقم برضو عدد صحيح، ديسيمال اللي هو الديسيمال دي اللي هي الارقام عشرية، فيكسد ديسيمال، وهكذا. يعني قصدي دي جوه كلمه رقمي، تمام يا شباب. وطبعا المانج بتاعه الريليشن شيب وهكذا. ونخلينا في نفتح بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح الباور بي اي ديسكتوب. نزلت الحاجه خضر؟ تمام يا باشمهندس، فعلا اشتغل معايا. تمام، نعمل بقى كده ونعمل دون سيف. ثواني بس عشان اول بس ما يفتح هروح اعمل نروح بس على فكره صح، لو اللينك فصل خش عليه تاني عشان خلاص فاضل حاجات بسيطه يعني. ونروح عاملين شير للباور بي اي. ده شكل الباور بي اي اول ما تفتحه. على فكره شكل الشكل ده لسه متحدث، لان في حاجه جميله قوي اسمها ليرن ويز داتا سامبل او سامبل داتا، اللي هو بيديك داتا تشتغل عليها كمان. تخيل يعني انت لو دوست عليها كده، ودي كمان فري يعني، اول ما تدوس ويعمل لك ليرن بيديك داتا سامبل. بس انا جبتها من موقع كاجل، لو انتم فاكرين موقع كاجل اللي انا بعته لكم ده، انت ممكن تعمل عليه داونلود. فهنضطر نعمل بلانك ريبورت، نفتح كده بلانك ريبورت. ده شكل الباور بي اي اول ما تفتحه، تمام. هو فاضل دقيقه يا جماعه، اللي يخرج يخش تاني. ده شكل الباور بي اي اول ما تفتحه. دي ظهرت جديده الكوبايلوت دي، بس برده الكوبايلوت دي للاسف للاسف برده لازم تكون مدفوع يعني في البرو. ده شكل الباور بي اي، دي اسمها ريبورت فيو، ده الشكل هتعرض فيه الداتا بتاعتك. وده التيبل فيو، ده الشكل اللي هو الباك اند او اللي هي الريبورت هيظهر هنا كده، وتقدر تعمل عليه شغل من هنا. وال الموديل فيو اللي هو تقدر تعمل من عليه اللي هو الريليشن او ال سجل يا باشمهندس؟ نعم، بسجل ما تقلقش.
وهنيجي هنا كده يا شباب وهنيجي نفتح الشكل ده، ده شكل الباور بي اي بتاعنا. اول حاجه طبعا بيديك، بص الحسبه الكبيره دي كده، دي الداتا بتاعتنا، او تقدر تسحب الداتا منين. حتى كمان ممكن كمان يقول له انتر داتا، اللي انت كمان تكتب داتا هنا كمان، اللي انت ممكن تكتب او تاخد داتا مثلا كوبي وتحطها في الكولوم ده. بس خد بالك الكولوم ده بيستقبل حوالي 3000 خليه، 3000 خليه مش عارف دي بقى بتحسب ككام رو دكتور. كام؟ بعد اذنك، اتفضل. بعد اذنك ممكن توضح لنا الماوس بيدوس فين لان هو مش ظاهر؟ لا طب استنوا بقى اعملها لكم شير، استنوا لحظه. تمام. ده جمال اكتر يا شوشه لو حبستي وبقيتي جميله. انت فاتحه السبيكر؟ فاتحه المايك؟ بزهاله فاتحه المايك. طب ثانيه اعمل انا، اعمل انا مايك. ابراهيم انا مش عارف اعمل ايه. اطلع يا حبيبي. طب حاضر حاضر، بس كده. بصوا يا شباب، لا خلاص خلاص مفيش مشكله. بصوا يا شباب، ده بقى الشكل اللي احنا بنفتحه. انتوا كده شايفين حركه الماوس صح؟ تمام تمام. ده الشكل اللي احنا بنشتغل عليه، ده اللي اسمه الريبورت فيو، ده اللي بيظهر فيه شكل الداتا او شكل التصورات بتاعتنا او شكل الفيجواليز بتاعنا. وده الفيجواليز بتاعتنا، وفي حاجه اسمها داتا هنا، ده بيظهر فيها الاكسل شيت او او السورس اللي احنا عاملينه، وفي فلاتر على الصفحه وهكذا. دي هوريكم كل حاجه تفصيلتها. وده التيبل فيو، تقدر تخش هوريك طبعا ده كل حاجه. ودي الموديل، ودي داكس، ودي ما بيبقاش استخداماتها كتيره معانا، لان استخداماتنا على الاثنين دول بس، اللي هو ريبورت فيو وتيبل فيو. وطبعا بقى تقدر تغير من هنا شكل اللي هو موبايل لاي اوت، تشوفه شكل الموبايل ولا لا، وتقدر تزود من هنا ان هو نيو بيج وتلغيها وهكذا، انك تقدر تزود كذا بيج من هنا. ودي شكل الهوم بيج بتاعتنا. كل احنا عايزين نبتدي بقى فيه بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين ناخد الشيت الاكسل. طبعا احنا انا بعت لكم شيت الاكسل صح كده؟ فطبعا شيت الاكسل تمام. تمام. لما تيجي تدوس شيت الاكسل ده، لما تيجي تدوس تجيبه كاكسل فايل، وهنجيبه انا عندي الخصوصيه في الدمار مثلا اهي، لما انا حاطه هنا، يعني حاطط الاكسل هنا كده، فهو طبعا هو مش شايفه لان اللي انا بعت لكم ده ما كانش اكسل. فطب نجيبه ازاي؟ نجيبه لو انت مش عارف الداتا بتاعتك، او تعمل ديتكشن اللي انت تعرف تقرا الداتا بتاعتك. كل عليك انك هتيجي هنا وتيجي في المور، وتختار انت تحط مثلا الداتا بتاعتك جوه فولدر، تمام، وتدوس كونكت. هيديني باث للفولدر كده، اللي هو يقول لك ايه، حط لي اللي هو الباث بتاعه، او توس براوز وتروح في الاركايف، وتدوس اوكي. ندوس اوكي. انا حاطط الشيت اللي انا بعته لكم ده، حاطه في فولدر اسمه اركايف. تمام يا شباب؟ تمام ولا السلام عليكم؟ تمام تمام. طبعا احنا بيقول لي تعمل كومباين على طول ولا لود. لا انا طبعا انا مش عايز اعمل كومباين، انا عايز كل اللي اعمله بقى اشتغل عليها شويه، اشوف الداتا دي عامله ازاي. انا كل ده لسه ما فتحتش الداتا، تمام، انا كل ده لسه ما فتحتش الداتا. الله، شكل الباور كويري بتاعنا، فاكرين الشكل ده ولا ايه يا شباب؟ ولا هو نفسه بالظبط؟ هو ده الباور كويري. احنا عندنا شويه داتا اهي، فهو الداتا مقريه يا صبره، عشان انت بتقول لي الموضوع غريب، بسي اس في. سي اس في اللي هو كوما سيبريتور، ما اعرفش ايه تاني، كوما سيبريتور حاجه زي فاليو، كوما سيبريتور فاليو. فطبعا هو مش مقري كاكسل شيت. الاكسل شيت اسمه اكس ال اس اكس، اكس اكس ال اس اكس. الموضوع ده فجاي بالسي اس في، فانا عايز افتح الشيت ده، فبنضغط على كلمه باينري دي، باينري، دوس عليها كده. بصوا لو تلاحظوا كل الشيت بيتغير، بيقول لك امبورتد سي اس في، وكمان خدت بالكم ان هو بيعمل هو شويه حركات او شويه ديتكشن اللي هو بيظبط الشيت فيها. فكده فتح لنا الشيت. الشيت ده بقى عباره عن ايه؟ عباره عن انفويس اي دي. انفويس اي دي يا شباب اللي هو عباره عن ان كل فاتوره ليها اي دي، اي كلمه اي دي تشوفها اعرف ان كل فاتوره ليها اي دي، او رقم فاتوره معين، رقم فاتوره يونيك. لو تفتكروا عن كلمه يونيك دي بتكون رقم فاتوره يونيك اسمها انفويس اي دي. تمام كده يا شباب؟ السلام عليكم. السلام عليكم، انتوا كويسين؟
سلامة، تبقى معاك يا باشمهندس. تمام. وفي البرانش اللي هو الفرع، الفرع ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن A B C. تمام. وفي السيتي طبعا يانجون معرفش ايه، و يعني اسم السيتي يعني. والكاستمر تايب، الكاستمر تايب دي فيها ممبر ونورمال اللي هو عضو او واحد عادي، والجندر اللي هو فيميل وميل، والبرودكت احنا بنقراها واحده واحده لان انا بستكشف الشيت زي زيكم. البرودكت لاين تدوسها كده عليه يبتدي يقول لك ده الكترونيك، ده اكسسوارز، ده فود، ده بيفرجز. دي بنسبه كبيره بتكون دي اكل ودي موضه، يعني في كذا حاجه يعني. اليونت برايس طبعا دي سعر الوحده، والكوانتيتي، والتاكس 5%، وتوتال السيلز. احنا ممكن نكتب دي مثلا توتال سيلز، ندوس على العمود ده كده ونكتب توتال سيلز، دوس انتر، بقت خلاها بس انا غيرت بس اسم العمود مش اكتر يا جماعه، ما عملتش اي حاجه غريبه. تمام. ف ده الشكل، والديت اللي هو الشكل بتاع اللي هو التاريخ والتايم، والبيمنت دفع كاش ولا اي والت اللي هي محفظه الكترونيه، والكوجز اللي هي كوست اوف جودز اللي هي تكلفه البضاعه، والجروس مارجن اللي هي نسبه. خدتوا بالكم يا جماعه بصوا مكتوب ايه؟ جروس مارجن برسنتج، بص شكلها عامل ازاي؟ حد خد باله من اللقطه دي ولا لا؟ يعني دي مش جايه لي عايزينها نغيرها برسنتج، فندوس مثلا عليها كده ونعمل ال حاضر نغيرها لبرسنتج. احنا بقى طبعا بنقعد نكتشف التولز دي كلها، ان انت بتقعد تبص على الشكل الباور كويري اللي هو بيكون عباره عن الهوم بتاعك كله، والترانسفورم، والترانسفورم ده اللي هو تقدر تعمل فيه جروب اي ويوزها از هيدر دي. بس هو الشيت ده جاي لي ان هو الهيدر بتاعه جاهز، يعني يوز فيرست رو از هيدر اللي هو ده لو مكتوب تحت هنا كده، ومكتوب هنا كولوم 1 كولوم 2 كول 3، فبتقف على الكولوم ده على الرو ده وتعمل يوز فيرست رو از هيدرز. وطبعا بقى فيها اكتر من حاجه، ريبليس فاليوز، سبليت كولومز. لو تفتكروا سبليت كولومز اللي احنا كنا بنتكلم عليها، فاكرينها دي ولا؟ ويلي سبليت كولومز اللي انت بتقسمها، والكولومز اللي انت يعني في شويه تفاصيل كده كتير وهكذا. تمام. فاحنا هنيجي هنا خليها زي ما احنا، انا اوريكم دلوقتي احنا هنعملها ازاي. فدي كده الجروس برسنتج والجروس انكم برضو، وده الريتنج. ده كده احنا خلصنا اللقطه دي. طب احنا عايزين دلوقتي نظبط شويه تفاصيل، هنظبطها ازاي علشان نقدر نلود الداتا علشان نعملها. تمام. هنيجي عند الديت مثلا، زي الديت الديت ده مقري. انت بصوا يا جماعه، انتوا بتقعدوا تقروا الكلام كانه تقروا يعني دي مثلا 1 2 3 اللي هي الكميه دي، الداتا تايب بتاعتهم يا جماعه. الداتا تايب اللي انت بتقرا يعني مثلا الكولوم ده عمود رقمي، الكولوم ده عمود نصي اللي هو تكست. فاكرين اللقطه دي يا شباب؟ ده برضو النكست. تمام. فبنيجي هنا كده في الديت، العمود بتاع الديت بيكون مقري ان هو ديت. لحظه بس يا شباب، لحظه معلش، عشان بس في حاجه في مكالمه. لحظه معلش، لحظه معلش، لحظه نعم، بس هولد كده لحظه، نعمل دي بس يعني مكالمه كانت رخمه شويه. فدلوقتي يا شباب احنا كل اللي علينا ان احنا بنشوف الداتا دي نقدر نطلعها ازاي. ثواني بس نعمل هايد لده كده وبنشوف مثلا. فنيجي مثلا عند المارجن اللي هي المارجن، احنا كنا قايلين عند المارجن ده، وفي هنا اللي هو تشينج داتا او ديتكت داتا تايب، برده هو لسه قاريها ان هي كان في هنا حاجه اسمها تشينج داتا تايب. ايوه اهو بالظبط، داتا تايب اهي. فاحنا هنخليها اللي هي هتكون برسنتج، احنا قايلين اللي هي برسنتج. ريبليس كرنت ذا سيلكتد كولوم هاز اكزيستنج تايب، فاحنا هنعملها حاجه اسمها كونفرجن، ان احنا هنحوله من رقم او ديسيمال هنحوله ل ده زي ده. يبقى لما تيجي بقى ترجع بترجع بدي، لما تيجي ترجع ترجع بدي كده، ترجعها زي ما كانت. يبقى دي ما كانتش برسنتج، دي ارقام عاديه خالص.
تمام يا شباب، ونروح عاملين مثلا كلوز اند لود. لحظه، كلوز اند لود، فالشيت هيظهر هنا كده. لحظه، ابلاي تشينجز. انتوا شايفين صح ولا ايه؟ مع حضرتك. بس الفكره، بس الفكره ان هو الشيت، الشيت هنج مش عارف ايه. لحظه بس، انا مش عارف. لحظه، كان شايفين كده شباب صح كده؟ شباب شايفين تمام. عشان بس نجيب الشيت على طول، هنجيب داتا جيت مور مور اهو. لحظه، وفروم فولدر وكونكت. عشان طبعا مثلا انا مش عارف مثلا الداتا اللي انا بسحبها دي ايه، فبحطها جوه فولدر وبخلي الباور بي اي يعرفها لوحده. اركايف و اوكي. وبدوس هنا وبخليها ترانسفورم داتا. وبدوس على كلمة باينري. تمام كده يا شباب؟ فان احنا فتحنا على الوضع ده كده اللي احنا كنا شغالين عليه، صح كده يا شباب؟ فهنيجي، معلش لحظه، فهنيجي ان احنا نشوف الداتا اللي احنا ماشيين عليها شغاله ولا لا. طب تمام، ان احنا جايين نمشي، هنبص على الديت، هنبص على الانفويس نمبر، هيبقى ده الانفويس نمبر العادي. بعد كده نبص على البرانش، ظهر لي في حاجه اسمها بلانك. خدت بالكم يا جماعه من اللقطه دي؟ في هنا بلانك. فعلشان نعمل البلانك ده هنعمله ازاي؟ كل علينا ان احنا هندوس هنا كده كليك يمين، وفي حاجه اسمها ريبليس. دي بيبقى اول ما بتدوس كليك يمين بتبتدي تشوف اشكال كتير قوي قوي في الاكسل، في الباور بي اي. فبيكون في حاجه اسمها ريبليس. ريبليس دي بتعملها ايه؟ طبعا احنا شفنا هنا بلانك، كلمه بلانك. فنعمل هنا كليك يمين على البرانش، وبعد كده نعمل ريبليس. ريبليس ده اللي هو هيكون ايه؟ ما اعرفش تقيل قوي كده. الريبليس دي طبعا هو كده كده بلانك، فممكن نخلي مثلا البرانش ده او الفرع ده نخلي كل البلانك في الفرع مثلا سي. السي ده مثلا نخليه بالكابيتال، عشان لو خليناه بالسمول هنا في حاجه اسمها كيس سنسيتيف، اللي هي ما ينفعش تكتب سي كابيتال وسي سمول. هندوس اوكي. فكده خلينا، بصوا حتى عملنا ايه، ريبليسد فاليو. اي حركه انت بتعملها في الابلايد ستيبس دي، انتوا سامعيني صح؟ سامعين حضرتك. تمام، الدنيا كده تمام. تمام، فكده خليناها اي بي سي على طول، ان هي ما تبقاش واضحه. فاحنا ماشيين بنراجع على الداتا بتاعتنا، فلقينا مثلا حاجه زي اللي هو لقينا لسه عاملها الديت. الديت ده مكتوب، لو تلاحظوا في الداتا تايب بتاعته اسمها اي بي سي. والديت ده اي بي سي يعني ايه يا جماعه؟ يعني كلمات نصيه. والديت ده التايب بتاعه ديت، تاريخ. فهنعمل كده وهنروح على كلمة transform، وهنيجي عند data type دي ونخليها كلمة date. تمام يا شباب؟ الو الو. ايوه تمام، معاك. تمام تمام. لو الدنيا عطلت قولوا لي، لو الدنيا عطلت قولوا لي. تمام، يعني لو في حاجة انتوا مش فاهمينها قولوا لي. احنا كل حاجة احنا دلوقتي بنظبط الداتا تايب. معلش قول لي، النت ضعيف؟ النت ضعيف شوية. النت ضعيف عندي، انا مش عارف، انا الموضوع عارف. لا ممكن يكون عند البيوت، لان انا سامعك كويس والشاشه واضحه. تمام تمام تمام. فبصوا، اول ما احنا غيرنا، انا مش عارف ده ايه، ده unable to establish secure connection. انا مش عارف ده ايه، ده في شويه تفاصيل كده مش عارف في ايه في ال. فبمجرد يا شباب ما احنا عملنا التشينج بتاعت الديت دي، مش احنا عملنا تشينج تايب، ظهر لي هنا حاجه باللون الاحمر، فانا عايز اشوفها اكتر. فهنيجي عند قائمه فيو وهنعمل حاجه اسمها كولوم كواليتي. كولوم كواليتي قال لي بص في هنا ايرور. خدت بالكم اللقطه دي؟ في هنا ايرور. شايفين الحته دي ولا ايه؟ تمام. فلما نيجي نمشي كده شويه هتلاقي في ايرور ظهر اهو.
ايرور ظهر. طب لما اجي اكتب ادوس على الايرور ده ايه اللي هيحصل؟ بص، قال لي ان الايرور في كلام مكتوب كده. ايه ده؟ والكلام ده موجود جوه الباور كويري. انت فاهم قصدي ايه؟ جوه قصدي الديت. يعني الديت هنا فين؟ الديت ده في، لما تيجي تقف هنا كده هتلاقي فيه كلام. لما تيجي تقف، لما تيجي تمشي هتلاقي، بص ايرور اهي، هتلاقي فيه كلام. خدت بالكم من دي؟ كلام في وسط التواريخ، يعني نص جوه التواريخ. فطبعا ده ما ينفعش. فنعمل ايه؟ يا اما تروح تعدله. في عندك اكتر من اوبشن، يا اما تروح تعدله في السورس، في الداتا سورس. يعني لو انت جيت فتحت، سواريك انا دلوقتي ده سوبر ماركت سيلز، دي سيلز بتاعت سوبر ماركت. لو انت جيت فتحت الديت ده كده وعملت فلتر، انتوا شايفين صح؟ شايفينه. لو انت جيت عملت فلتر هتلاقي، بصوا الكتابه اهي ظهرت اهي، هتلاقي دولت مكتوبين جوه الديت. فانت عندك اكتر من اختيار، لا اما تعدل تكتب لي التاريخ هنا، تمام، او انتوا سامعيني، لا اما تعدل وتكتب تاريخ، لا اما تمسح الشيت ده، لا اما تخلي بقى الباور كويري بقى هو الباور بي اي هو اللي يعملها لك. فممكن مثلا اخلي لك مثلا التاريخ ده، مثلا الحته دي خليهم زي ما هم، احنا نروح نخليها في الباور في الباور بي اي. انتوا معايا ولا ايه؟ معاك يا ريس، معاك. ماشي، فممكن نخلي بقى في الباور الكويري اللي هو جوه الباور بي اي، نقول له كليك يمين ريموف الايرورز، ريموف ايرورز، تمام. اول ما هدوس عليها هو كده عمل لي ريموف للايرورز، فكده ما بقاش في ايرور هنا. خدت بالكم ان هي بقت زيرو؟ كانت الاول كده كده يا صبرا، ولحظه كده احنا كده مسحناها من عندنا من على الباور كويري الكويري، لكن في الشيت الاساسي لسه موجود. تمام. احنا بصوا يا جماعه، حلاوه الباور كويري في الاكسل او في الباور بي اي ان هو ما بيعدلش حاجه على الشيت الاساسي، هو ثابت زي ما هو. تمام كده يا شباب؟ فكده احنا غير، فكده لما احنا شلنا ثواني كده انا عايز اشيل دي كده شويه، خليها فوق هنا كده. فكده احنا بمجرد ما احنا عملنا تشينج للتايب بتاعه الديت وشلنا الموف ايرور، عملها لي ان هي الديت تايب بتاعتها بقت ديت، شكل الكالندر اهي. تمام كده يا شباب؟ انتوا كده كويسين؟ وعملنا كمان ريبليس للفاليو، فكده نقدر بكل سهوله نقول له كلوز اند ابلاي. احنا بنقف على طول في المشكله دي، بيتحذف الصف كله صح؟ لما احنا بتحذف الايرور بيحذف الصف كله صح؟ بس مش ينفع يحذف الايرور بس، انت بتحذف الصف كله. فكده هو بص بيعمل ابلاي، المفروض ان هو بيعمل اركايف دي في الحته دي كده في الداتا دي. يا مسهل يا مسهل كده، حوالي 996 رو. انا مش عارف في ايه بجد النهارده، يعني الموضوع صعب. فاهو ده مش هيأثر على نتائج النهائيه. ما هو، ما انا بقول لك اهو، ما هو المشكله دلوقتي ان انت دلوقتي عندك مشاكل اساسا في الداتا سورس. انتوا سامعيني صح؟ يعني انت دلوقتي عندك مشكله في الديت، يعني انت الديت عندك شيء عمود التواريخ مكتوب فيه بالكلام بالعربي او عموما كلام. فانت مشكله عندك ان في مشكله عندك اساسا في السورس. لا اما تعدل السورس، لا اما تعمل له ريبليس هنا، يعني تعمل هنا ريبليس للايرور. ما هو في حاجه اسمها حاجتين، لا اما ريموف ايرور، لا اما ريبليس للايرور. فريبليس الايرور انت هتختار تاريخ مثلا، انت ما بتعرفش انهي تاريخ، فانا بشيلها عشان دي حاجه اسمها اوتلاير في الداتا. فدلوقتي احنا فتحنا الشيت اهو، كل حاجه موجوده فيه. تمام كده يا شباب؟ الو، تمام. دلوقتي انا دلوقتي ماشي، انا دلوقتي كمحمد تحسين، انا عايز دلوقتي اعرف، انا عايز ايه من الداتا دي؟ يعني انا دلوقتي ببقى عايز اعرف انا عايز اعمل ايه من الداتا دي، صح كده يا شباب؟ يعني انا عندي شويه داتا، اطلع منهم ايه؟ اطلع منها داتا عامله ازاي؟ اعمل ايه فيها؟ انتوا يعني انتوا واضح معاكم الفكره ان انا اعمل نفس فكره إيه في الداتا دي كده؟ نعم، نفس فكره البيفيد بالظبط. انا دلوقتي عندي شويه داتا، المفروض دلوقتي اعمل ايه بيها؟ فممكن مثلا اقول له ايه، احنا ممكن بقى نعمل بقى لقطه حلوه قوي. يعني انت ممكن بقى تعمل مثلا زي ستيكي نوتس، او تعملها مثلا في وورد مثلا،
وتعمل مثلا حاجه اسمها مثلا وليكن مثلا بروجكت سكوب مثلا او بروجكت سكوب، تمام؟ وتروح مثلا عامل ايه، مثلا تختار مثلا تشوف انت عايز ايه من الداتا دي. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ يعني انا مثلا عايز وليكن مثلا ان انا مثلا اطلع مثلا الجروس انكم مثلا، يعني مثلا اروح قايل هنا مثلا افتح هنا في البروجكت سكوب واعمل مثلا انا عايز اعرف البروجكت انكم او الجروس انكم. ما انت بقى ما انت فاتح بروجكت، فاهم قصدي ايه؟ الو مين الفكره مع حضرتك؟ ماشي، مثلا هنا مثلا تكتب مثلا انت عايز مثلا تعرف ال ثواني بس نوسع دي كده شويه عشان تبقوا انتوا شايفين الكلام ده. الكوكس دي، الكوكس دي يا جماعه دي اللي هو كوست اوف جودز اللي هو تكلفه البضاعه، وعلامه السيجما اللي انتوا شايفينها دي، دي اسمها علامه سيجما، دي بيدل ان انت عندك ان العمود ده عباره عن ارقام فقط، فتقدر تعمل عليه اجريجيشن. اجريجيشن يعني انت تقدر تطرح تجمع تقسم وهكذا. والعمود ده لو تلاحظوا هتلاقوا في حاجه اسمها ديت هيراركي. ديت هيراركي اللي هو ايه، بياخد الديت او التاريخ ويبتدي يقسمه هو على سنه شهر يوم مثلا وكوارتر، او يعني مثلا دوست هنا كده سنه كوارتر مانث شهر شهر دي يوم. يعني العمود بتاع التاريخ ده هو قسمه لي كسنه وككوارتر وكمانث وكدي، فاهمين قصدي؟ فاكرين البيفت تيبل لما احنا قسمناها هي بتتقسم لوحدها؟ تمام. انتوا معايا ولا ايوه محمد، معلش هو بس اول لقطه كده في البار كويري كان تقيل وما اعرفش ايه، كانت الدنيا كانت متلخبطه شويه. تمام، فانا بس عرفتكم ان علامه السيجما دي يعني ارقام، علامه الديت دي او الديت هيراركي دي اللي هو بيقسم لك الديت بتاعه. يعني علامه السيجما دي معناها ايه؟ ان العمود ده كله رقم، العمود ده كله رقم، العمود ده كله رقم، العمود ده كله رقم، فاهمين قصدي ايه؟ فدلوقتي احنا اتفقنا ان احنا عايزين ايه، نجيب الجروس انكم اللي هو احنا بس عايزين نجيب الورد الجروس انكم، ونجيب تكلفه البضاعه كوست اوف جودز. انتوا كويسين صح كده؟ فاهمين الفكره بقى حضرتك عايز تقول ايه؟ انا متاسف، انا دي طبيعتي والله، ان انا بقعد اقول انتوا معايا انتوا كويسين انتوا كده، يعني لازم اطمن عليكم. ونجيب مثلا سام اوف توتال برضو، توتال سيلز اللي هو التوتال اللي احنا كنا عاملينه ده. ونجيب مثلا في هنا مثلا سيلز توتال سيلز، وفي هنا سيتي، يبقى نجيب مثلا توتال سيلز باي سيتي مثلا اهو، يبقى توتال سيلز باي سيتي دي نخليها كده برضو بتبقى بكده. لا انا مش عايز كده، انا عايزها مثلا كده، دي هتبقى كارد ودي هتكون يعني كات شورت. مثلا نجيب مثلا ايه تاني، توتال سيلز مثلا نجيبها بايه، بالبرودكت لاين مثلا، يبقى توتال سيلز باي برودكت لاين. مثلا ايه تاني يا شباب، ممكن نجيب ايه تاني مثلا، ايه تاني توتال سيلز مثلا بايه، بالبرانش مثلا، ممكن اقول برانش برضه توتال، ما نجيبها بقى ناخدها كده وناخدها كوبي باي برانش، صح كده ولا ايه؟ تمام. ممكن بقى ناخد بقى، احنا كده خلصنا السيلز، ممكن مثلا ناخد الجروس انكم، مثلا ناخد مثلا الجروس انكم مثلا بالبرودكت لاين، نخلي دي كده مثلا جروس انكم باي برودكت لاين. انتوا تمام كده يا شباب صح كده؟ وفي هنا انا كنت قاري كده كلمه جندر، انا عايز اجيب التوتال سيلز باي جندر، يعني اللي باع مين، توتال سيلز باي جندر. انتوا عارفين انا بعمل ليه كده يا شباب ولا لا؟ يعني انا على فكره انا اي شركه او اي شغل انا بشتغله
بعمل كده. انت حضرتك عايز ايه مني من البروجكت ده؟ انا محمد عايز التوتال سيلز، انا عايز الجروس انكم، انا عايز فاهمين قصدي ايه الفكره؟ بحيث ان انا بكتبها علشان لما اجي انفذ بسرعه على طول ما تهش. صح صح ولا غلط؟ يعني انتوا تمام كده؟ انا بشتغل اكثر بس شغال برده بنفس الطريقه دي كده. ما هو ده الطبيعي يعني، مثلا اهو يعني مثلا يعني ده لازم تعمله. يعني انت حضرتك لما تيجي مثلا يقول لك انا عايزك تعمل لي داشبورد مثلا او ريبورت، ده طبيعي على فكره، ده مش لازم في الباور بي اي، في اي حاجه. عايزك مثلا حضرتك تعمل لي في الريبورت اللي انت تعمله ده عباره عن تطلع لي التوتال سيلز والتوتال كوانتيتي وكذا 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 وكذا، فاهمين قصدي؟ ممكن مثلا نعمل ايه مثلا دي سيتي، احنا عملنا توتال سيلز باي سيتي ماشي. بعد كده ممكن مثلا في هنا كوانتيتي، يبقى كوانتيتي باي برودكت لاين، يبقى كوانتيتي وبرودكت لاين، يبقى كوانتيتي باي برودكت لاينز. احنا كده الى حد ما كده كويسين صح كده؟ يلا بينا. بصوا يا شباب، عشان تعمل فيجوالايز على جوجل على باور بي اي، انت ممكن تختار اي حاجه. يعني مثلا تختار مثلا وليكن اي مثلا تشارت، مثلا تشارت مثلا زي كولوم تشارت، كولوم تشارت ده او ستاج تشارت دي. بمجرد ما انت بتتحول في هنا الواي وهنا الاكس، الاكس ده اللي بيتحرك عليه الحاجه هنا كده يمين وشمال، والواي ده الحاجه اللي بتطلع فوق لتحت، ده الواي وده الاكس. طب انت دلوقتي مثلا لو انت مش عارف الواي والاكس ده تعمل ايه، هتروح عامل كده برانش، تروح حذف عليها كده، هو بيقراها لوحده. بص هو عملنا لك ايه في الواي، وتروح مثلا حاطط مثلا وليكن التوتال ده مثلا حذفه كده. انتوا فاهمين اللي انا بقوله ولا لا؟ يعني لو انت مش عارف تحدد ايه الواي وايه الاكس وهكذا، انت كل اللي عليك انك تروح حذفهم عليها على طول. يعني مثلا دي تروح عاملها كده، فاهمين قصدي ايه؟ مثلا عايز مثلا اعرف الجندر، تروح حذفه كده عليها. اللي انا قصدي عليه ان انت تقدر بمجرد ما بتحذف الحاجه، مش لازم ان انت تغير تكتب مثلا في الاكس والواي، فاهمين قصدي؟ الو الو تمام حضرتك تمام. انا همسح بس الشيت ده كده، فنبتدي مثلا بالحته اللي احنا عملناها دي اللي هي بتكون على الكارد. الكارد دي يا جماعه اللي هي انا معرفش الجهاز تقيل قوي قوي ليه كده، الجهاز النهارده يا جماعه انا اسف جدا والله. الكارد دي بمجرد ما تدوس عليها كده بيجي لك مربع كده، المربع ده بيقول لك ايه الفيلد، انت عايز تحط ايه في الفيلد. اقول له مثلا انا عايز وليكن الجروس انكم، اهو ناخد الجروس انكم، فين الجروس انكم؟ جروس انكم، ونحطه هنا في الفيلد دي. فجاب لي ان الجروس انك او سم اوف جروس انكم جاب لي اللي هو 15000 جنيه، ونحطها هنا كده. تمام كده، احنا كده جبنا ايه في الكارد. الكارد دي اللي بتبقى مربع كده صغير، تمام. ونحط مثلا نعمل كده كنترول سي كنترول في، فجاب لي نفس الكارد دي تاني. فهنشيل الجروس انكم دي ونحط التوتال سيلز. التوتال سيلز اهي، انتوا سامعيني كده ولا لا؟ انتوا كده كويسين ولا ايه؟ تمام. لا انتوا الباقي اخباره، معلش لو انا بتكلم بسرعه شويه. تمام يا باشمهندس، انا اسف والله لو انا بتكلم بسرعه شويه، بس والله يعني وفي حاجه ثانيه مثلا. كلام واضح، كلام واضح. تعمل مثلا دي مثلا الكارد دي كنترول سي كنترول في، وتروح مثلا حاطط فيها مثلا الكوست اوف جودز اللي هي تكلفه البضاعه. نشيل دي كده ونحط تكلفه البضاعه. تمام يا شباب كده؟ فكده احنا عندنا بقى تكلفه البضاعه والسم اوف توتال اللي هو البيع والجروس انكم. فممكن نخليها مثلا دي كده ودي كده. اي حلاوه يا جماعه الباور بي اي ان هو بيلوك كده، شايفين الاحمر اللي ظهر ده اللي هي اسمها الاين، اللي هو بيخليك تعمل الاين غير الاكسل. الاكسل ما فيهوش الحته دي، يعني بصوا يخلوا الشيت مظبوط بالملي، فاهمين الحته دي ولا لا؟ طب تمام ماشي. ونختار مثلا اللي هو ايه السم، ثواني، ونختار توتال سيلز باي سيتي مثلا، اهو توتال سيلز باي سيتي، يبقى نخليها مثلا كباي تشارت اهي مثلا هنا كده، ونخلي السيتي نحطها هنا كده. بصوا انا مش عارف هي بتتحط فين، تحط هنا كده مثلا، و
التوتال سيلز باي سيتي ونحط التوتال ده هنا كده. خدت بالكو؟ يعني انت مش محتاج ان انت تعرف ال تحط دي هنا مثلا كده ودي التوتال ده هنا هنا بس كده تحاسب كتير قوي وتعملها هنا كده. يعني انا قصدي ان انت لو انت مش عارف التفاصيل انت بمجرد ما بتحط السيتي وتحذفها على الشيت هو بيديتكت او بيعرف يعملها لوحده. تمام، ونعملها مثلا بالمنظر ده كده. انا كل ده يا جماعة بحط الحاجة بتاعتي، لسه ما عملناش الديزاين، لسه ما عملناش التنسيق والتظبيط. تمام، احنا عملنا كده sum of total sales by city. فنيجي هنا ممكن نعمل ايه؟ total sales by product line. البرودكت لاين هنعملها مثلا دي مثلا تكون دونت تشارت اللي هي الدونت اهي. ايه ده انا دوست عليها؟ انت لو دوست على الشيت، لو دوست عليها وغيرت حاجه من هنا هتلاقيها بتتعدل هنا على طول. فانا لا، انا هقف هنا كده في حته فاضيه، ادوس هنا في حته فاضيه كده وادوس دونت واحطها هنا كده واسحب كده بحيث ان هي تبقى قد التانيه. تمام، واقول له في الدونت تشارت اقول له ايه، احنا جبنا التوتال سيلز باي سيتي، احنا المفروض بقى نجيب المره دي ايه، توتال سيلز باي برودكت لاين اللي هو البرودكت لاين اهو، ناخده كده ونحطها هنا كده وناخد التوتال سيلز ونحطها هنا كده. فكده سام اوف توتال باي برودكت لاين. برضو احنا لسه ما ظبطناش حاجه، احنا كل ده هقول لكم ازاي، بنحط الحاجه، نحط حجر الاساس وبعد كده نعدل. نصغر بس دي شويه عشان ايه، نعرف نشتغل، ونصغر دي كمان زيها عشان برضو تعرف تعملها. تقف هنا كده وتروح دايس فرونت بنتر وعلى دي، لو فيها كتابه ولا اي حاجه زي دي هتبقى تاخد نفس التنسيق ولا حاجه. فاكرين الفورمات بنتر اللي في الاكسل؟ تمام. تمام، فهناخد دورك كده وهنروح رافعينهم لفوق كده شويه. تمام اهو، اهي دي نظبطها كده ودي نظبطها، دي نظبطها كده اهو. تمام، بعد كده ايه تاني يا جماعه؟ في مثلا اللي هو جروس انكم باي برودكت لاين، يعني مثلا نجيب جروس انكم نخليها مثلا هنا كده ونخليها هنا كده. ونجيب البرودكت لاين اهو، برودكت لاين اهو، ونجيب الجروس انكم ونخليها هنا. ونخليها بالمنظر ده كده. بالظبط. تمام كده يا شباب ولا ايه؟ الو؟ انتوا مفيش صوت يا باشمهندس. انتوا كويس سامعيني صح؟ انتوا سامعيني كده؟ كده تمام. الرسالة اللي عمالة تجيلي دي، في رسالة عمالة تجيلي بكونكشن في زوم مش عارف ايه. مش لا النهارده مش عارف في، استغفر الله. في يا جماعه بقى في المحاضره نعم بتقول يا صبرا حد بصيتونا في المحاضره النهارده؟ لا بجد النهارده يعني بجد بجد الموضوع صعب. انا عمال يجي لي مكالمات غريبه، عمال الناس تتصل بيا من الشغل، عارف انت تحس ان الدنيا كلها كركبت، حتى انا اتوترت في الاول. فالموضوع بصراحه الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والواحد لما بيتوتر انا كمان. نعم انا كمان هندسه شفت شغل والله. لا والله اصل محمد ممكن نلغي. لا 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 حبيبي حبيبي، لا لا لا، انت بتقول يا خليل معلش، بقول لحضرتك انا كمان في شيفت شغل والله، داخل معاكم وانا في قلب الشغل. انا متاسف جدا بس والله انا لا والله لا مش عارف اقول لكم ايه، بس انا فجاه النهارده انت مش عارف، انا فجاه النهارده لقيت فجاه دب 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 مش عارف اي مش عارف افوق. فالحمد لله. لا وسبحان الله حاجه جايه من بدري، يعني اللي هو الضرب جاي من الصبح بدري. المهم يعني المهم احنا دلوقتي عملنا الجروس اللي هو الجروس اوف انكم اللي هو البرودكت لاين ده بيجيب لنا انكم قد ايه، او بيجيب لنا ايرادات قد ايه. تمام، او دخل قصدي قد ايه. فبعد كده في حاجه يا جماعه هنا اسمها جميله قوي، اسمها تري ماب. تري ماب دي لما بتيجي تضغط عليها دي بتبقى شكلها، عارفين ويندوز 8 اللي فات ده، ويندوز 8 8 ويندوز 8 اللي فات ده، كانت لما تدوس ستارت كان بيظهر لك التري ماب دي. فممكن مثلا نعمل مثلا اللاين برودكت مثلا دي
برودكت لاين دي نحطها هنا، لو انت مش عارفها، لو انت مش عارف تحطها فين حطها هنا على طول، ونحط قدامها ايه السيلز، هي هتقرا لوحدها. تمام، ده الشكل بتاعها وده كل حاجه. انا هقول لكم بعد كده هنعملها ازاي. ونجيب مثلا طبعا طبعا احنا كنا قايلين ان احنا نمشي عليها، ونجيب بالجندر توتال سيلز باي جندر، اللي هو بالجندر اللي هو الفيميل وميل، يعني اللي هو على حسب النوع. ثواني اهو، فين جندر؟ جندر جندر اهو. احنا هنعملها ايه؟ هنعملها مثلا كولوم تشارت، ده اللي استاجد استاجد استاجد، ده نخليها هنا كده دي. لا 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 مش عايز دي اهي، ونقف هنا كده ونروح عاملينها بكولوم تشارت، خليها هنا كده. اهو انت بس، احنا بس يا جماعه انا هقول لكم احنا هنعمل ايه دلوقتي، علشان انا كل ده بحط الداتا فقط فقط كده، لكن لسه ما ظبطناهاش. فاهمين اللي انا بقوله ولا لا؟ احنا كل ده لسه ما ظبطناهاش. انتوا سامعيني صح؟ اه، والنت بيروح ويجي كل شويه بس. اه ما انا بقول لك، انا يعني انتوا لما تشوفوا الرساله اللي بتجي لي على بتاعه زوم دي بيقول لي كونكشن ان سكيور وحاجات كده غريبه يعني. الحمد لله. هنروح وحاطين الجندر ده هنا كده، وهنروح حاطين التوتال سيلز هنا برضه. لو انت مش عارف تحط فين هنا كده، او انت اول ما بتضيف الحته دي هي بتسمع اوتوماتيك. تمام يا شباب؟ وطبعا بقى في حاجات كده مثلا اخيره اللي انت مثلا ممكن تعمل. احنا طبعا احنا فاكرين الديت دي، احنا عايزين بقى نعمل بقى فلتر هنا بالديت، علشان لما نيجي نعمل نختار اي بيريود ولا حاجه يجيب لنا الديت بتاعها. ففي حاجه هنا اسمها سلايسر، لما تيجي تدوس عليه السلايسر ده هنحط الديت فيه اهو. فجاب لي الديت اهو بتاعه اللي هو بالشكل ده. بس انت ممكن تعمل بالسلايسر، تعمل الديت ده نخليه مثلا وليكن بالشهر، نخلي كده ونخلي الديت ده يبقى شهر شهر اهو، بحيث يبقى المنظر ده كده، ان انت تعمل الديت بالشهر. ونعمل السلايسر ده تاني. فين السلايسر؟ سلايسر سلايسر هو كان لسه هنا، كان انا كنت لسه دايس عليه، انا اقف هنا كده قصدي. هتلاقي السلايسر دي تاني اهي، ونعملها بالسنه بس. ونطلع كده لفوق كده شويه، خلي دي كده، خلي دي كده بالعرض بس. يا طبعا احنا مش فاهمين اي حاجه من اللي احنا عمالين نعمله ده. تمام كده يا شباب؟ الو، احنا مع حضرتك. احنا دلوقتي احنا ظبطنا ايه؟ احنا دلوقتي التيبل اوف كونتنت، الكلام ده كله اللي هو الكروس انكم والكوست اوف جودز والسام توتال سيلز، احنا حطيناهم هنا كده في الكارد. وبعد كده جبنا التوتال سيلز باي كل حاجه، ورحنا حطيناهم هنا كاننا ده الشيت. وبعد كده رحنا عاملين سلايسر علشان نعمل ايه؟ نفلتر على حاجه. نيجي بقى هنا بقى في فكره تظبيط الشيت، صح ولا غلط يا شباب؟ يا صبر انت معايا. بصوا يا شباب بقى، تظبيط الشيت، عشان نظبط الشيت بقى نعمل ايه؟ لما بتيجي تقف على اي تشارت من دي، ده الشكل بتاعها اللي انت بتشوفه، الشكل ده في الفيجوالايز ده. لما تيجي بقى هنا في الحته دي كده، دي بقى انت التعديل كله بيبقى هنا، التعديل كله بيبقى هنا. يعني مثلا دي حاجه اسمها كاتيجوري ليبل. الكاتيجوري ليبل دي، ده انت ممكن تكبر الكلام، تتخنها كده او تخليها كبيرة كده اللي هي تبقى دي، او تصغرها كده، او وهكذا تعرف تعدل فيها. يعني مثلا تقدر مثلا انت تخلي مثلا الكتابة تبقى تخينة، اللي هي الكلام ده يبقى تخين، او تخليه مثلا اللي هي تالك ده اللي هو معوج او حاجة. انتوا شايفين انا بعمله صح؟ الو؟ اه تمام تمام. ونيجي بقى هنا في الديسبلاي يونتس دي، نخليها اللي هي مثلا تبقى بالثاوزند ولا بالمليون ولا بالبليون وهكذا. فهنا احنا اغلبيه شغلنا بالثاوزند، لان هنا 15,000 فنخليها بالثاوزند. فهنا قربها لي، وطبعا بقى تقدر بقى تقرب الديسيمال، يعني بدل ما تخليه اوتو نخليه زيرو، يبقى 15,000 على طول كده. خدت بالكم؟ الو؟ ايوه تمام. يعني قصدي بدل ما انت تعملها تكون
الرقم يبقى مكسر كده، ممكن تخليه تيبل دي او تكبرها كده مثلا، اللي انت تعملها بالعكس وهكذا. وتقدر كمان، تقدر كمان ان انت في الحته دي كده سام اوف جروس انكم دي، انت بمجرد ما تضغط عليها وتعمل كده تشيل دي، هيبقى اسمه جروس انكم على طول. خدت بالكوا ان انت بتعدل الشيت؟ انا مثلا بحب اخلي مثلا الكلام بالاول كلمه تبقى بالكابيتال، واول اي دي تبقى بالكابيتال كده، ودوست انتر. بصوا بقت جروس انكم. خدت بالكم من اللقطه دي يا شباب ولا لا؟ اه تمام. الو تمام. وهنيجي مثلا هنا في الفورمات بنتر، وتروح عاملين دي كده، فخلت الجروس انكم دي بقت يعني، خلت الشكل اللي كان محطوط هنا ده بقى هنا. ونعمل مثلا نغير اسم الفيلد دي، بمجرد ما ندوس على دي هيبقى كوست اوف جودز على طول. خليها كلها بالكابيتال سي او جي اس، وندوس انتر. فكده خلاها كوست اوف جودز، ونعمل هنا عليها، ونعمل هنا فورمات بنتر، وندوس على الثانيه دي هتلاقي خدت نفس الشكل بتاعها. ونكتب هنا توتال سيلز، توتال سيلز. تمام يا شباب ولا ايه؟ لا يعني عايزكم بس تسمعوا، يعني انتوا سامعيني صح؟ تمام. اه تمام. وهنروح مثلا مصغرين دي كده مثلا شويه كده، بحيث ان هي تبقى كده. ونروح مصغرين دي كمان كده، نصغرها كده، ونصغر دي كمان كده. يبقى الشكل ده كده، والشكل ده ننزله كده، والشكل ده يبقى كده. بالظبط. طب انا دلوقتي ظبطت الحته دي، طب نيجي بقى نظبط بقى الباقي. بصوا يا شباب، الو، في الشكل بتاع الباور بي اي ده في حاجه اسمها قائمه اسمها فيو. فيو دي انت ممكن تختار اي شكل انت عايزه، يعني بمجرد ما اجي اقف على الحاجه دي كده او اجي اختار كده، بيبتدي الالوانات والشكل كله يتغير. فانا ممكن مثلا نخليها مثلا وليكن باللون ده. تمام يا شباب ولا ايه؟ فهنيجي مثلا باللون ده، شايفين اللون الابيض ده؟ احنا بمجرد ما بنصغر الكلام ده كده ونخليها هنا كده، بحيث ان احنا عايزين بس نظبطها علشان ما يبقاش كله ابيض في ابيض اهو، ونخلي البرودكت لاين دي كده برضو تبقى كده، ونخلي الشكل ده يبقى كده، ونخلي الشكل ده يبقى كده، ونخلي الشكل ده، تعال نطلع دي كده فوق شويه، ونطلع دي كده فوق. ده كده الشكل بتاعنا، ونخلي دي كده مثلا كده. تمام. ونروح عاملين دي كده مثلا، نصغر الحتة دي خالص كده كده كده، انت بتنزل وبتطلع هنا، ونخلي دي تبقى واخدة مساحة شوية كده، ونطلع دي كده لفوق، ونطلع دي كمان اهي كده، ونخلي دي كمان كده بالعرض كده شوية اهي، ودي نطلع دي كمان تبقى كده، ونخليها، لا انا عايزها تبقى مكسوره كده، ايوه بالظبط اهي. وكده احنا خلينا دولت كلهم شبه بعض. هنا بقى دي نصغر دي كده اهي. انتوا فاهمين يا شباب اللي انا بعمله ده؟ انا بس كل عليا ان انا بس بظبط الشكل ده والله مش اكتر، يعني معايا ولا ايه؟ يعني انا بس كل عليا ان انا بظبط بس الاشكال دي كده، فاهميني؟ وممكن مثلا هنا بقى ايه، احنا بقى نسينا بقى نعمل بقى ايه دي سيلز، يعني احنا دي احنا نسينا نحطها. فنعمل هنا انسرت بوكس، وتكتب هنا في السيلز مثلا اسمه سيلز سبورت مثلا، سيلز ريبورت قصدي، ريبورت فور مثلا، مثلا نخليها ايه مثلا فور مثلا 2019 او 2018 سيلز داش او سيلز ريبورت، وخلاص كده. ونخلي الكلام مثلا كده كبير مثلا، لا نعلم كده كده اهو، ونكبر الكلام كده شويه، نخليه مثلا 20 او مثلا
36 مثلا كده. سيلز ريبورت ديتيلد مثلا اهو. ديتيل ديتيل بتتكتب ازاي؟ ديتيل ديتيلد اهي ديتيلد اهي. ونكبر دي كده شويه، ونصغر الداشبورد دي كده شويه، ونعملها تبقى بالمنظر ده كده اهي. ونصغر دي كده شويه اهي. يبقى نصغر دولت كمان شويه اهو، نصغر الكلام ده شويه. اللي انت لو عايزين نصغر الكلام ده، نروح دايسين على دي كده، ونروح جايين على فورمات يور فيجوال، فورمات يور فيجوال، وهنيجي هنا كده ونصغر الكلام ده شويه. خليه مثلا على 30 مثلا، ونعمل هنا في الفورمات بنتر، نخلي دي هنا كده، ونخلي فورمات بنتر دي برضو هنا كده، ونصغر الكلام اكتر اهو. يبقى كده، ونخليها كده برضو اهي. خلي دي كده برضو اهي، ونخلي دي كده بس كده، ونكبر دي كده شوية تكون بالمنظر ده كده بس كده اهو. مش دي كده كده 2019؟ طب احنا عايزين دي ليه؟ طب ما هي كده كده السنة كلها 2019، يبقى نيجي هنا كلها ونروح عاملين ديليت بس كده. فاهمين قصدي يا شباب ولا ايه؟ انا قصدي ما دام كده كده السنة كلها 2019، يبقى احنا ليه نحط السنة 2019؟ ونخلي الداشبورد دي تبقى كبيرة كده سنة اهي. ونخلي دي كده تنزل لتحت كده شوية، ونكبر الكلام ده كده شوية. مثلا 42 مثلا، كمان تنفع 42؟ انتوا معايا ولا ايه؟ تمام مع حضرتك. انتوا طب الدنيا ايه الاخبار؟ انتوا كويسين ولا لا؟ تمام. نعم عاملين هاندل في الدنيا في الداشبورد يعني. يعني طب يعني ايه عاملين انت هاندل في الداشبورد؟ فهمني اكتر. هو انت عمال تظبط الشكل النهائي يعني يا دكتور؟ ما هو بصوا الشكل، لا احنا لسه برضو. بصوا يا شباب، بص في شويه تفاصيل يعني. بصوا هنا مثلا توتال سيلز باي سيتي، الشكل ده كده مش حلو. بمجرد ما تدوس على الشيت ده كده، تدوس على الشيت ده وتيجي عند الفيجواليز دي، في ليجند. ليجند دي لو انت دوست عليها هتلاقيها لغت السيتي من هنا، خدت بالك؟ الليجند، فاكرين الليجند يا جماعه اللي احنا كنا بنحكي فيها في في اسمه ايه ده؟ في تمام. الليجند اهي، الليجند، الليجند دي تروح عاملها كده، وتروح مثلا عامل في الداتا ليبل. الداتا ليبل دي بيقول لك ايه؟ انت حاطين في الداتا ليبل لو تلاحظ داتا فاليو وبرسنتج، اللي هي العدد بتاعهم والبرسنتج. لا انا عايز اقول له بقى اول ديتيل مثلا. نفترض بص اول ديتيل ايه اللي هيحصل؟ اللي هو اللي هي الـ الدوله، قصدي المدينه والفلوس والبرسنتج. خدت بالكم ولا ايه؟ ايوه كنا بنعملها في الدشبورد بالظبط. فممكن مثلا نعمل مثلا ايه؟ هو مثلا بيجي يقول لك الفاليو مثلا، تقدر مثلا احنا عايزين مثلا الفاليو، الفاليو اللي هي دي 110 دي، انت عايز تخليها اوتو ولا عايز تخليها بال1000؟ اقول لا اخليها بال1000، دي اول حاجه دي. وبعد كده نخلي الديسيمال تبقى بالزيرو، بحيث ان هي تقرب دي، تبقى بدل 110. خدت بالكم كانت عامله ازاي؟ 110 19 هتبقى 110 بس. خدت بالكم ولا ايه؟ هنا مثلا هنا الحته دي بيقول لك برسنتج وديسيمال بليسز، اللي هي الحته دي بدل ما تبقى 34.23 لا نخليها 34 بس، تبقى بالزيرو كده. فاهمين كده ولا؟ سلام عليكم. تمام. سلام عليكم. سلام عليكم. تمام. عليكم السلام. بس لا والله بجد الدنيا تمام يعني. ماشي كده زي الفل قوي. فكده انت بص عايزين بس نظبط دي، تبقى نخليها كده على 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 الصف ده كده. بصوا يا جماعه حلاوه الباور بي اي ان هو بيعمل لوك للحاجه، خدت بالكم؟ يعني بيخليك بتتحرك في نطاق. بص شايف الاحمر اللي بيظهر كتير ده، اللي بيخليك تبقى معمول لك لوك كده، ما تعرفش تتحرك كتير.
عشان ده اللي بيخلي الباور بي اي الشكل الداتا بتاعته بتبقى حلوه. فاهمين قصدي ايه؟ ان بتبقى كل حاجه متظبطه كده. طب احنا ظبطنا دي، احنا نيجي هنا تاني في الفيجوال ونيجي في الداتا ليبل. بيقول لك مثلا تخليها اوتسايد ولا انسايد؟ لا انا خليها اوتسايد، بريفير اوتسايد الكلام ماشي. طب احنا عايزين في الفاليو نكبر بقى الكلام شويه. كانت شكلها حلو على فكره اصلا. نعم كانت انسايد كانت شكلها افضل. ماشي انا بس بكبر الكلام، ما انت بقى بتقعد تعدل في الفيجواليز دي بتقعد تعدل. نخليها انسايد، تعالى كده نشوف انسايد. مش شايفها، انت شايفها؟ لا بس الحجم لما كبر بقى شكلها مختلف. طب تعالى نصغر شويه كده، مش حاسس يعني. فاهم انت قصدي ايه يعني؟ حاسسها حلو. مش حاسسها. اوتسايد دي نخليها اوتسايد مثلا بالكوبري كده مثلا، كده بالشكل ده كده. البرودكت لاين نفس النظام. بص اللي اللي اللي, اللي هنا موجود هنا ممكن ندوس عليه كده ونروح عاملين فورمات بنتر على دي على طول. فاهم؟ شفت الشكل بقى غريب. الشكل بقى غريب، فنروح مصغرين دي كده شويه بالمنظر ده كده اللي هو البرودكت لاين. بص بقى شايفين شكل البرودكت لاين عامل ازاي؟ سم اوف توتال اوف برودكت، لا شكلها مش حلو. فنيجي هنا في اللي هو الداتا اللي بتظهر في الفيجواليز دي ونخليها بدل سم اوف توتال دي نخليها توتال سيلز. توتال لا هتبقى مش من هنا، توتال سيلز باي برودكت لاين. اه دي كده هتبقى كويسه. او لو انت عايز تعدلها اكتر واكتر، انت في هنا في هنا في الجنرال ممكن تعمل في التايتل، التايتل ده هيبقى مكتوب حاجه اسمها توتال سيلز باي برودكت لاين. مش المفروض كده صح يعني؟ فاهم قصدي ايه؟ فاهمين قصدي ايه يعني؟ هي فعلا توتال سيلز باي برودكت لاين. طب تعالى هنا، هنا حاجه اسمها سم اوف توتال جندر اوف يعني سم اوف توتال ما اعرفش ايه. فنيجي هنا في الجنرال في حاجه اسمها تايتل. انت خليل انت معايا؟ طب انتوا معايا يا شباب؟ انتوا كويسين يعني؟ الباقي سامعني كده؟ مع حضرتك يا مستر. مع حضرتك. تمام. هنا تمام. بدل الجمله بتاعت سم اوف توتال باي جندر دي احنا ممكن نكتب ايه؟ توتال سيلز باي جندر. وايه ممكن بقى نكبر الكلام اللي هو ممكن يبقى بالبولد اهو، بولد تبقى بولد، او نغير بقى الوانات. بس انا شايف ان الالوان متناسقه يعني مش محتاجه، وتقدر تعدل فينا حاجات كتير قوي. هنا مثلا سم اوف جروس انكم باي برودكت لاين، يبقى برودكت. بص نيجي هنا، انت اول ما تقف على البتاع تروح جاي على الشارت وتروح جاي هنا في فورمات يور فيجوال، هتلاقي هنا حاجه اسمها جنرال. هنيجي هنا في التايتل هنروح عاملين ايه؟ جروس انكم باي برودكت وخلاص، باي برودكت. تمام. وممكن بقى نعمل ايه كمان بقى اللي هو في الواي اكسس والاكس اكسس؟ شايفين كده سم اوف جروس انكم دي؟ فاكرين دي كنا زمان كنا لما بتيجي تدوس عليها في الاكسل كنت بتشيلها على طول؟ فاكرين لما انت كنت تدوس عليها ونخليها فاضيه خالص؟ دوس كليك يمين اعمل لها هايد او دي. ايوه هايد اول. لكن للاسف هنا في الباور بي اي مفيش الكلام ده. الباور بي اي لازم كل حاجه تعدلها بايدك اهي، وتروح دايس هنا بفيجوال، فيجوال دي واي اكسس اهي، تعمل ايه؟ تقفلها. الواي اكسس دي اللي هي الجزء ده، لا خلي ده زي ما هو، خليها بقى في الاكس اكسس. اهي نخلي دي الفاليو تشال، ونخلي التايتل كمان يتشال. ونخلي بقى في هنا بقى في هنا ايه هيبقى في ايه؟ احنا مش عارفين نقرا دي، يبقى في حاجه اسمها داتا ليبل. صح ولا غلط ولا سلام عليكم ولا ايه؟ الداتا ليبل دي اللي هتظهر لك الارقام. صح 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 تمام ماشي. ايوه في مين اللي قالت صح دي؟ انا. ايه يا رحمه انت فينك يا رحمه؟ رحمة. انا سامعك. انا مركزه. انت ساكته خالص. تمام مركزه اصل اول مره. تمام زي الفل. بص بقى في البوزيشن، بص يا جماعه الباور بي اي رخمته وتنحته ان انت كل حاجه بتعملها بايدك. في الاكسل انت بمجرد ما بتعمل انسرت بيفت تشارت هوب هوب تلاقي سمعت لوحدها، لكن صح. في البيفت تيبل انت بتقعد تعمل كل حاجه بايدك. بس ده افضل يعني؟ والله انا شايفها متعبه والله. صح انا بقول كده. انا شايفها متعبه قوي يا صبر. انت كل حاجه بتعملها بايدك، كل حاجه فيها تفاصيل يا صبر، انت فاهم قصدي؟ نعم. كل حاجه فيها تفاصيل. بس اقول لك على حاجه، بس اقول لك معلومه يعني، كل ما يكون الحاجه فيها تفاصيل كتير كل ما تكون كويسه. صح.
والله ما بهزر يعني التفاصيل دي. في ناس بتحفظ اسم ال في ناس يا صبرت في ناس بتبقى عايزه تشتغل عليها على طول. ايوه في ناس بتبقى عايزه تعمل تفاصيل كتيره. احنا كل ده يا جماعه كل ده عشان بس تفتكروا الكلام ده كويس، كل ده احنا شغالين ان احنا بنعمل لسه ما ركبناش السلايسر. فاكرين السلايسر بتاع زمان ده؟ لسه ما عملناهوش او لسه ما شغلناهوش. والجروب برضو ده ليله. المهم يعني احنا بس نخلص بس دي الاول اهي. ده كان بيعمل الشارب تلوس محمد يعني نفس الاكسل برضه. ايوه نفس الاكسل بس تفاصيلها كتير يا صبر. تفاصيلها انت كل حاجه بتقعد تعملها بايدك. بص الحته دي يا صبر، هنيجي نقف هنا. انت اول ما بتفتحها بتبقى بالمنظر ده كده بالشكل ده كده. فهنيجي نقف هنا كده في الداتا ليبل دي. بص بقى فيك تفاصيل في الداتا ليبل بالهبل. يقول لك ايه مثلا البوزيشن، انت عايز البوزيشن ايه بالظبط؟ اقول لك انسايد ان جواها الانسايد دي كويسه. طب تمام احنا خلصنا من الانسايد. طب انت عايز الفاليو، الفاليو دي اللي هي الارقام دي الارقام. انت عايزها تكبرها شويه يعني دي تكبر شويه كده تبقى دي تكبر هتلاقيها كبرت اهي. ولا عايز والديسبلاي انت عايزه يبقى بال1000 وعايز الديسيمال تكون بالزيرو عشان بدل ما تكون 2700 تكون 3000 قصدي 3000 كده زيرو كده يبقى 3000. شايفين كده يا شباب؟ بس انا لا لو تلاحظوا دي 3000 ودي 3000 بس دي فرقه شويه فنخليها لا زي ما هي نخليها قصدي واحد عشان يبقى بيبين لك بس الفروقات. انت تمام ولا ايه؟ تمام تمام. الديتيل طبعا في تفاصيل كتير. بصوا انت بتقعدوا تجمعوا حاجات كتير او في باك جراوند تقدر تحط باك جراوند للليبل دي. يعني الليبل دي بدل ما كانت لونها مثلا اسود نخليها مثلا لون ابيض مثلا او لونها كده مثلا اللي هو اللون ده. الالوانات اللي هتظهر تحت الموف لا يعني احنا مش للدرجه يعني كده كويس قوي فاهمين قصدي ايه؟ فكده تمام قوي. مثلا احنا عايزين نشيل الواي اكسس دي لحظه. جوه الواي اكسس هنشيل التايتل. شايفين كلمه تايتل دي حته برودكت لاين؟ خدت بالكم من اللقطه دي الجمله دي كده؟ احنا هنيجي عند الواي اكسس اهي وهنشيل كلمه تايتل. هتسمع بس الرقم الفود دي بس. خدت بالكم ولا ايه؟ تمام تمام. نيجي بقى هنا كده كده احنا برضه حاطط برضه في التوتال سيل برضه باي جندر. بص الجندر دي صح نشيلها. تعالى هنقف عند صح كده هنقف عند الجندر دي وهنيجي عند الفيجوالايز وهنيجي عند الواي اكسس وهنيجي عند كلمه تايتل ونشيلها فبقت الارقام بس. طب وهنشيل الفاليو فبقت الحاجات بس. وهنشيل عند الاكس اكسس دي نشيل التايتل فبقت الحاجات دي بس. فكده نركب لها ايه يا صبره في دي داتا ليبل؟ ايوه كده ايوه كده انا محتاج الناس دي كده. ايوه داتا ليبل. فالداتا ليبل هنيجي نقف هنا الداتا ليبل هيظهر لي الداتا ليبل اهي. فنخليها لاما اوتسايد ولا انسايد. نخليها مثلا انسايد. نجرب انسايد. كويسه انسايد كويسه تبقى نفس ال بس كده كويسه انسايد كويس قوي. وديتيلد وكل حاجه لا كده تمام قوي. بصوا بقى كده يا شباب في اللقطه دي بقى نقدر نعمل ايه. بصوا يا شباب شايفين الشكل بتاع الفيو اللي احنا كنا عاملينه ده هنا؟ مش احنا كنا عاملين ان دي موف؟ فممكن نخليها بقى اي لون تاني. يعني ممكن نخليها مثلا اللون ده مثلا. انتوا فاهمين قصدي؟ ايوه حلوه دي حلوه دي. ايوه ما انت تقعد بقى تعمل ما انت قاعد بقى انت عمال تعدل. استنى اهي شغال رساش. ما هو دي شغل. بص الباور بي اي ابن لذينه في حته الفيجوالايز دي. ونقدر بقى بص لما تيجي تختاروا مثلا كلمه جانيوري تلاقي كله اتغير. فبراير كله اتغير وهكذا. يعني هو عمل استاذ محمد هو عمل كده جلوب تلقائي مع نفسه. ايوه هو بيعمل سلايسر معموله بتتعمل لوحدها. احنا اخرنا ايه شهر كام؟ احنا هي ليه مش قاريه الباقي كده؟ طب تعالى بقى نبص كده على الداتا. نبص على التيبل دي. التيبل دي يا جماعه اللي هي بتظهر فيها الشيت بتاعك. بصوا لو تلاحظوا الديت عامل ازاي؟ الديت ده اخره كام؟ ايه المنظر ده؟ ايه ده؟ ايه المنظر الحقير؟ فلما تيجي تقف في الديت بتيجي تعمل ايه؟ في هنا فورمات في هنا ديت. تيجي تختار ديت. طب الفورمات بتاعها لا انا مش عايز الفورمات ده انا عايز الفورمات اللي هو كده اللي هو بالمنظر ده. فكده انت بتعمل ايه؟ تشينج تايب. بص خدتوا بالكم بنعمل تشينج تايب. خدتوا بالكم من اللقطه دي؟ تمام. احنا بس عملنا تشينج تايب بس للديت قصدي مش اكتر. وهنروح رايحين هناك
نيجي هنا كده نختار مارش ابريل. هو اخره لحد فين؟ هو مارش اساسا، هو اخره مارش اساسا يعني، هو اخره السنة، هو اخره مارس اساسا. ثواني كده في السلايسر ده تقدر تيجي هنا، تيجي تعمل هنا سلايسر سيتنج، انت عايزه فيرتيكال ولا تايل اللي هو تقدر تختار منه كده، ولا اللي هو دروب داون ان انت تيجي تختار وتختار الشهور بتاعته. حلوه التايل دي، التايل دي لسه جديده علينا يعني، التايل دي مش جديده، وممكن تعمل مالتي سيليكشن وسنجل سيليكشن وتعمل سيليكت اول عادي خالص. والسلايسر هيدر دي اللي هو المانث، تقدر مثلا انت تكبر الكلام تخلي المانث دي بولد. بص تفاصيل تفاصيل، يا نهار ابيض تفاصيل في الهبل. دي كده خلصنا الحته دي. خليل انت كويس؟ بدوي عبد واحد انتوا كويسين؟ يوسف انت كويس؟ معاك يا باشمهندس. الباقي هو ماشي. انا كويس بس انا في شغل. ماشي ماشي، مقدر ماشي. معلش انا بعتذر جدا على اني لا تحت امرك تحت امرك. ماشي، بص اللقطه دي مثلا هنا مثلا سام اوف برودكت. تمام ماشي، انا عايش مش كويسين ماشي. هنا مثلا في البرودكت لاين، البرودكت لاين لو تلاحظوا الدنيا فاضيه هنا يعني مش معموله، هنعمل له ايه يا صبره؟ هنعمل له ايه يا رحمه؟ ممكن نغير البرودكت لاين دي يا استاذ محمد. نعمل ايه؟ نعمل له داتا ليبل. ممكن نغير تداول البرودكت لاين دي نغيرها. حاضر، مش حاسسها الصراحه. حاضر، 56 دولار. هي فعلا هي مش محسوسه عشان هي مش مفيش فروقات كبيره يعني، لو في فروقات كبيره كنت هتشوفها اكتر، انت فاهم يعني، كنت هتلاقي مثلا الجزء ده مثلا لو 100,000 الفود اند بيفرج دي، كنت هتلاقي الرقم هيبقى ضخم. طب اقول لكم على حاجه، صح، ركزوا بس في اللقطه دي. هنا في الشكل ده كده احنا عندنا الفود اند بيفرج دي اللي هي الاكل والشرب دي، دي المفروض 56,000. خدت بالكم اللقطه دي؟ المفروض 56. الو، ايوه مع حضرتك. المفروض ان هي 56، فانا هروح عند الشيت، فانا هروح عند الشيت اهو سوبر ماركت اند سيل، وهاجي عند اللي هو اسمه ايه برودكت لاين فود اند بيفرج، صح كده؟ مش المفروض ان دي تتعمل فود اند بيفرج، ونزود عند اي حد كده رقم كبير، تفهمين قصدي؟ يعني دي مثلا 800 مثلا، نخليها مثلا وليكن 10,000. 1 2 3، خدت بالكم ولا لا؟ تمام. وهنروح عاملين سيف، اسيبها كده واروح قافل، واجي عند الباور بي اي، اجي هنا اعمل ريفرش. بص المفروض ان دي تكبر، اخدت بالك من اللقطه دي؟ كبرت اهي، بقت 62. سامعني ولا ايه؟ سامع. بص يا شباب، في اكتر من حاجه تقدر تعملها. التري ماب دي اسمها تري ماب، صدقوني والله دي كانت موجوده في ويندوز 8 اللي فتح قبل كده، ويندوز 8 هيعرفها. دي ممكن نعملها كفانل. الفانل دي اللي هي مثلا ايه، اكبر حاجه واصغر حاجه اهي، اللي انت دي بتبقى دي اكبر حاجه مثلا فود اند بيفرج، بعد كده اللي بعديه سبورتس معرفش ايه وكده. تمام كده يا شباب. وتقدر كمان بقى ده الفلتر اللي انت بتفلتر بيه يعني البرودكت لاين، ممكن تقول له ايه، هات لي السيلكت اول كله ما عدا مثلا ما عدا الفود اند بيفرج دي، فاهمين قصدي؟ فخليها لي من غيرها، فاهمين يا شباب ولا ايه؟ اه تمام. يعني هو الفلتر ده انت بتعمل فلتر عليه، يعني بتعمل فلتر عليه. وتقدر كمان ان انت تعمل له زي سورت اللي هو البرودكت لاين اهي، الاعلى الاكبر او الاصغر. ايوه بالظبط، الله اكبر الله اكبر. بصوا يعني احنا بس بعد الاذان هنبتدي، بس ناخد كده بريك مثلا 10 دقايق ولا حاجه وخلاص، احنا قربنا نخلص يعني، ما الموضوع مش هيطول يعني. ممتعين جدا يا بازم. انا بحبكم والله، معلش انا اسف في اول محاضره، انا فعلا انا مش عايز اقول لكم، انا حتى الموضوع سهل معانا عشان احنا اشتغلنا في الاكسل. الاكسل هيجريك، الاكسل هيخليك تجري يا صبرا. بالنسبه لنا الموضوع بقى سهل جدا يا صبرا، اسمع من اخوك، الاكسل الاكسل الاكسل. السلام عليكم، بس كده. تعالى بقى نكمل
عشان في الفيو. بص الفيو ده يا شباب اللي انتوا تقدروا تعدلوا فيه شويه حاجات. الفيو ده يعني مثلا احنا خلاص بقى ظبطنا الشيت، فممكن بقى نعدل في اي حاجه. يعني ممكن نخلي ده ايه الشكل البشع ده، ايه الاشكال دي؟ لا اخر شكل كان حلو. ايوه لا لا ايوه طبعا طبعا. استنى يا جدع احنا بنجرب اهو، نقدر مثلا نعمل اشكال دي. بس ايوه اشكال من غير داتا دي مش حلوه خالص. تقدر مثلا انت تخليها باللون الموف اللي احنا كنا شغالين عليه، او اللي هو الشكل اللي احنا كنا عاملين عليه ده بس كده. وده احلى شكل اهو احنا وصلنا له. تقدر طبعا بمجرد ما بتختار الجانيوري بتبتدي تختار كده معاك وهكذا. الموضوع والله فعلا فعلا الموضوع ممتع قوي، يعني الموضوع جميل قوي. ودي طبعا دي اكتر التشارتات اللي انت ممكن تشوفها. دي الاستاج دي انت ممكن تدخل حاجتين في حاجه واحده. يعني مثلا هقول لك مثلا احنا ممكن نزود واحده كمان هنا كده ونزقل دي كده شويه. حط دي هنا كده. لا دي كبيره ولا دي ايه؟ خلي دي كده. ممكن تاخد اللي هي الجندر دي يا استاذ محمد. الجندر صغيره فعلا صح جدع. هقول لك انا ممكن نزود حاجه حلوه قوي. يعني هقول لك حاجه معلومه حلوه جدا. في حاجه صح يا جماعه انا عايز بس اوريها لكم هتعجبكم جدا 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 يعني. مثلا دي خلي دي مثلا جندر ده كده مثلا كده. ممكن نعمل اللي هو هقول لكم ازاي. ممكن نعمل اللي هو الفرق ما بين السيلز والجروس. يعني ممكن نعمل مثلا هنا مثلا نعملها ايه مثلا ده لاين شارت. خلي ده كده مثلا لاين شارت ده كده. وممكن نعمل السيلز والجروس. السيلز ده اللي هو التوتال والجروس. الجروس فين الجروس؟ جروس انكم اهو. وهنعمله هنربطه بايه؟ هنربطه بالشهر. يعني هنربطه بالشهر شهر شهر. نحذفه برده كده. احنا برده عشان مختارين على منص. اهو بصوا الشباب عامل ازاي، بصوا الشكل بقى عامل ازاي. الجروس الجروس طبعا احنا عدلنا في الرقم الضخم. ثواني نرجعه تاني. خلي دي مثلا وليكن مثلا 1000 مثلا. انتوا شايفين صح؟ انتوا شايفين اللي انا بعمله صح؟ تمام. طيب هنقفل ده كده وهنيجي هنا كده وهنيجي عند ده كده وهنيجي نعمل هوم وهنيجي نعمل ريفرش. هيسمع الفكره بس ان انا عايز اظبط بس اللي هو البرودكت لاين ده. الفروقات مش كبيره قوي. يعني البرودكت لاين ده والكروس انكم احنا ممكن لا نعكسها ثانيه. لا ازاي مش مسمعه ولا هي الفروقات قريبه قوي كده؟ يعني مثلا الجروس انكم. طب تعالى نعملها كاستاجد بار دي كده. التفاصيل بسيطه خالص فمش باينه. انتوا خدتوا بالكم يا شباب التفاصيل ما بين الجروس والتوتال مش طب نخليها مثلا على مدار السنه. لا برضو. طب ممكن نخليها مثلا جروس والكوانتيتي. استنوا نخليها قصدي التوتال والكوانتيتي. نخليها لاين دي كده تشارت ونخلي ده بالشهر. نختار مثلا الشهر. لا مش مسمعه. طب بصوا خدوا بريك يا شباب كده مثلا اللي هو 10 دقايق كده ولا حاجه ونرجع. الساعه دلوقتي 1:05 يعني مثلا نرجع على 1:15 تمام كده يا شباب عقبال ما اشوف القصه دي. سامعيني ولا ايه؟ تمام.
تمام. اه تمام مش 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 نعمل بقى شير لل كده تمام كده. شايفين كده شباب؟ الو. تمام يا باشمهندس، واضح تمام. بصوا بقى، من ضمن الحاجات الحلوه، بصوا الشيت ده والله بيجي لي مشكله في زوم، بنت لذينه مش عارف ايه دي. ده شكل الشيت يا جماعه. طبعا المشكله انا عرفت هي فين، لما انت بتيجي تختار باشمهندس، بس هو حركه الماوس مش باينه، ما فيش ماوس باين. انا فعلا ما عملتهاش بورشن، معلش. كده واضحه؟ تمام تمام. بصوا عشان تشوفوا الحته دي، ده اسمه لاين شارت. ده اللاين شارت دي كنا بنشوف فروقات، فاحنا عشان نشوف الفروقات فبنقول التوتال سيلز، هنرميها كده على الشيت على طول، ومع الجروس مثلا، الجروس فين الجروس؟ جروس انكم اهو، نحطها على طول، والمانث نحطها على طول كده. فهو الاكسل بي ده، المشكله اللي احنا قريناها اللي هو حطيناها ده مع بعض، المفروض نحط الجروس دي مع السكندري واي اكسس اهي، فكده الدنيا ابتدت تظهر اهي. فاهم قصدي ايه؟ معايا يا شباب ولا ايه؟ فبالمنظر ده كده. رحمه انت معايا ولا لسه؟ ولا لسه انتوا ما جيتوش ولا؟ تمام. انا هدوس هنا، هنا بيقول لك سم اوف توتال سم سيلز وجروس انكم، يعني اللي هو ايه، هنكتب هنا كده. دي هنختار هنا كده، وهنختار هنا جنرال، وهنكتب في التايتل هنكتب سيلز مثلا فيرسس انكم مثلا. تمام كده يا شباب اهي. وهبتدي بقى اشيل كل الزيادات اللي انا ملهاش لازمه، اللي هو الليجند ده اشيله. ايه تاني، ايه تاني المفروض يتشال؟ واي اكسس دي اشيل التايتل بتاعها، اشيل في الاكس اكسس. انتوا فاهمين اللي انا بعمله ده يا شباب ولا ايه؟ تمام. الاكس اكسس ده اشيل الاكس اكسس دي كده تمام. لا ده الشهر فبراير، لا دي ما ينفعش تتشال. الواي اكسس اشيل بس التايتل بس، ده كده ده كده تبقى الدنيا تمام. والفاليو اروح شايل دي كده، واخلي الاكس اكسس اشيل الفاليو برضو، تبقى لا الفاليو دي تبقى موجوده. لا دي كده خليها تمام ماشي. وهنيجي في الماركرز. بصوا يا شباب، هنا الحتت دي كده احنا عايزين نعمل لها زي مارك، اللي هي اخر كل فصله نعمل لها الماركرز دي كده، نعملها دي كده بحيث ان هي تبقى ظاهره كده، ونكبر كمان الماركر، يعني ممكن نخليه مثلا كده. تمام كده يا شباب ولا ايه؟ ونخلي الكولر بتاعه مثلا، ممكن يخليه مثلا باللون ده، يعني بحيث ان هي تبقى ماركر بالمنظر ده يعني الى حد ما، لكن انا بحب اللي هي تبقى الديفولت بتاع الفيجوال. انا رجعته كده عشان يبقى شيء ظاهر. ونعمل بقى ايه اخر حاجه خالص، نعمل داتا ليبل عشان ايه، يظهر كل حاجه صح ولا غلط يا صاحبي. دي كده ونحطها مثلا البوزيشن بتاعها نخليها اباف، ولا نخليها اندر؟ عايزين نخليها تبقى مظبوطة، تبقى اوتو بافو اندر ماشي. مينيمم اوفست اللي هي تعرف نظبطها كده، ماكسيمم اوفست دي حتة البوزيشن متهيألي، بس انا مجربتهاش قبل كده في حتة يعني هتبقى كده مثلا، نخلي دي 3 مثلا، هي هتبقى المينيمم اوفست للاسف. دي لو في الاكسل انت بتدوس عليها بس كده وبتسمع اوتوماتيك، والله لو في الاكسل بتسمع اوتوماتيك على طول طخ طخ، ما بتستناش. بس كده كده احنا وصلنا لمرحله حلوه جدا جدا. احنا ممكن مثلا نزود، طب احنا كده في الداتا ليبل احنا عايزين نزود بس حاجه، الداتا ليبل اهي، الليبل فين اهي، ونحط ما هو الاكسل ملوش، الاكسل ملوش حل الصراحه يعني. بس الداتا ليبل احنا بس عايزين نشيل
دي احنا عمالين بصوا انتوا شايفين يا جماعه انا عشان فتحت الداتا ليك وفيها كذا كام حاجه. انت بقى انت عايز تظبطها كسم اوف توتال ولا سم اوف جروس انكم؟ نخليها مثلا شوت دي وسم اوف توتال ماشي. الاوتو بوزيشن نخلي صح. ايوه صح كده اتظبط ليه السم اوف توتال. معلش ان انا ممكن انا ما كنت مش مظبطها اهو اهو. بص بص يا شباب احنا الاول هنا بنختار السم اوف توتال وبنخليه مثلا بوزيشن اللي هو اباف مثلا اهو اللي هو اندر اهو الحته دي كده. ونخلي الجروس انكم يبقى اباف. الجروس انكم المفروض يبقى هنا يبقى اباف. المهم يعني عشان هي الحته دي بس اللي يعني حته الجزء ده بس اللي هو الجزء ده بقى عباره عن ايه؟ عبارة عن ان هنا اقول لكم ايه، انا هشيلها، انا هشيل دي كده معلش وارجعها تاني. انتوا معايا صح؟ عشان اتعفرت الصراحة، انا اتعفرت من الحتة دي اوي. استنى هنعملها كده، هتبقى بالجروس انكم اهو وبالتوتال سيلز. التوتال دي نخليها في السكندري ونخليها بالمانس. انت بمجرد ما تعمل هي بتعمل لك كل بالظبط. انا عايزها بالمنظر ده كده بس، كل عليا ان انا اروح اغير الجندر اخلي دي سيلز فيرسس انكم تمام. وهنعملها اللي هي دي كده خلاص خلصنا دي. انا بس كل اللي عليها في الحته دي اللي احنا هنيجي عند التايتل هنشيل ده في الواي في الاكس اكسس، والواي اكسس دي هنشيل التايتل بتاعت بس كده. جميل قوي دي اللي هي الانكم بس كده. كده تبقى جميله قوي، وان احنا نبقى عارفين الازرق والاخضر واللبني ده يبقى عامل ازاي. انا ممكن كمان في الاكس والواي دي انا دي في الماركر، نفتح الماركر عشان تبقى بالمنظر ده كده. ايوه بس كده هو ده اللي انا عايزه. ونكبر الماركر ده شويه ولو في كلر اغيره بس كده. كده كده كويس جدا الاكس اكسس دي تمام. مش كده زي الفل، مش كده احنا بقينا زي الفل صح يا شباب؟ بس انا كنت عايز بس اوريكم حاجه. سامعيني كده ولا لا؟ الو احنا بقينا كام واحد؟ معلش الناس رجعت الحمد لله يعني. بصوا هنا انت ممكن تعدل في الالوان بتاعت الكولوم ده، يعني الكولوم تشارت دي. انت ممكن تيجي هنا بيبقى المنظر ده كده، تيجي هنا كده عشان بس نسيت اقول لكم الحته دي، وتيجي عند انا مختار ده، انا مختاره، ونيجي عند كلمه كولوم، وهتيجي تختار مثلا الوان، مثلا خليها مثلا باللون ده مثلا، هتلاقي اللون اختلف. انتوا فاهمين قصدي يا شباب؟ يعني ان قصدي ان انت ممكن تخلي الالوان تبقى انت ممكن تعدل في جوه الالوان اللي جوه يعني ما تمشيش على اسمه ايه ده، على الديفولت السين بتاع باور بي اي. فاهمين قصدي؟ الو سلام. تمام مع حضرتك. انتوا فاهمين يعني ممكن مثلا في دي كده مثلا اجي هنا مثلا بدل الكولوم ده ما يبقى كده اخليه مثلا كده، اخليه مثلا بس طبعا يعني ما ينفعش ان انا اقعد اعمل تعديلات كتير على في حد بيبعت حاجه ماشي. يعني قصدي ان انت ما تقعدش تعدل تعديلات كتير علشان ما يبقاش خارج سياق الالوان. فاهمين قصدي يا شباب؟ يعني احنا بس هنرجع كده بس عشان ايه، انا مش عايز اخرج عن سياق الالوان. صوت الديفولت بتاعها كويس. ما انا بقول لك مش عايز اخرج عن سياق الالوان عشان انا عايز ان انا يبقى الشكل يبقى مظبوط، يعني ما يبقاش ان انا اقعد اعدل في حاجه. صح. على فكره انت ممكن كمان تقدروا تعملوا هنا كده colors فور داشبورد او بيست كلرز فور داشبورد. دي يقدر يجيب لك الالوانات بتاعه الداشبورد، مثلا مثلا الوانات مثلا زي ايه، مثلا هقول لك انا تعالى مثلا هنا
ونختار اللي هو الكالر جايد ده، بس عايز بس اقعد ارجع كده لحد ما اظبط اللون ده. بس هو موضوع الالوان في الداشبورد مهم قوي يعني. جدا. بص يا ستي، في الوانات، في حاجات تقدري بتختاريها، ده لازم يا لازم يعني. كولر باليتا، عارفين الباليتا بتاعت الالوان بتاعت البيوت، لما تيجي تبقى عايز تدهن مثلا البيت ولا حاجه، بيبقى هو بيديك كولرز، اللي هو بيبقى، انا كنت حتى اسمه كولر بروور، انا فاكر ان كان في برنامج اسمه او موقع اسمه كولر بروور، اهو ده اهو، ده بيديك الالوان اللي هي متناسقه مع بعض، هو ده الكولر برور، اللي هو ممكن يقول لك ايه مثلا، يقول لك انت عايز الالوان تبقى فاتحه، تبقى غامقه، تبقى باللون ده، تبقى كده، فهو بيديك الالوان اللي تتناسق مع بعض، وكمان بيديك الاكواد بتاعتها. طب الاكواد بتاعتها دي تنفعني في ايه؟ تنفعني في حته الفيو هنا، لما اجي في الفيو ده، في الفيو، ففي تعديل ان انا اعدل على الكرنت سين، اللي انا اعمل كاستمايز كرنت سين، واجي اروح مختار الالوان او احط الالوان اللي انا كنت حاططها، اللي هي مش هو بيحط لي كود اللون اهو، شايفاني يا رحمه ولا اهو، بتروحي معدلاه جوه ده، تروحي حاطه الالوان هنا، يجيب لك الالوان، يجيب لك الاكواد وهكذا. انتوا سامعين يا جماعه؟ صح كده ولا ايه؟ انتوا فاهمين اللي انا بقوله ولا سلام عليكم ولا؟ تمام. انا بس بعدل، بس برجع كده الحته دي عشان ترجع بس اللون بتاعتها. وكده احنا عملنا داشبورد على بس كده يعني. طب استنوا كده معلش لحظه. ريستور، معلش ارجع بس كده بالظبط. عملنا ريستور اهو، خلاص كده ده الداشبورد اللي احنا عملناها. يعتبر بصوا يا جماعه النهارده كده، انا بس عايز اوصل لكم حاجه، النهارده يعتبر بنسبه 80% ولا 75، ممكن 80 كمان، احنا كده وصلنا لمرحله كبيره جدا ان انت اتعلمت الداشبورد على الباور بي اي. هيجي مثلا بقى حته ان انت خلصت الداشبورد وعايز تسيفها، تسيفها ازاي؟ او تعمل لها بابلش. البابلش ده للاسف هنا دي بفلوس، يعني مش تنفع تعمل بابلش دي الا لما يكون عندك انت، طبعا هتسيفها بس مش ينفع تعمل. هنسيف الاول اهي فايل سيف از اهي، على مثلا نعمل براوز، نحطها مثلا على ديسكتوب، ونكتب مثلا رساله سيلز داشبورد باتش رقم، احنا ابتدينا يعني سيلز داشبورد وخلاص اهي، نحطها هنا سيف كده. احنا سيبنا الايه الداشبورد. لما نيجي نعمل هنا بابلش لازم يقول لك انت عندك ايميل برو ولا لا، ايميل تبع شركه ولا لا، فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني الموضوع مش هيعدي كده، فاهمين يا جماعه ولا ايه؟ انتوا معايا؟ على فكره انا سيبت الشيت واقدر دلوقتي ان انا ابعته لكم. ثانيه الموضوع ممتع اهو، كامل شيت، شيت 1 ميجا. تمام. انا اظن دلوقتي ان الشكل ده دلوقتي الى حد ما الشكل ده بقى كويس. الشكل ده بقى هو طبعا بصراحه احسن من الاكسل، يعني ديزاين احسن، فاهمين قصدي؟ الو هو كديزاين بيصمم احسن كتير، هو ديزاين احسن بكتير. في طبعا في اكتر من شكل يا جماعه هنا، عشان بس ما انتوا عارفين الحته دي، في اكتر من اختراع هنا كده. انا عايز بس اوريكم الاسكاتر دي كده، بس الفكره ان انا عايز بدور على تعالوا مثلا نعمل هنا مثلا كده نيو بيج، تمام نيو بيج. فلما بفتح نيو بيج اوتوماتيك بيفتح لي معاها ايه الداتا اللي هو الاركايف اللي انا كنت حاطط فيه الداتا دي، فاهمين قصدي؟ فانا مثلا هجيب مثلا من اكسل ورك بوك داتا تانية، يعني هجيب داتا تانية، فاهمين قصدي ولا نفس البيفت كده صح؟
هوريك نفس شكل البي بي تي. بص هوريكم مثلا حاجه كده في الداتا دي كده. اتفضل اتفضل قول يا اتفضل قول يا صبري. وعندك نفس البي بي تي، انا اقدر اعمل كذا شيت في وقت واحد. بالظبط ما انا بقول لك نفس البي بي تي. بص دي الداتا سيتس او دي الداتا، انا بعمل اهو، انا عملت امبورت للاكسل شيت في اديدا سويتش اند ام، متهيألي انتوا اشتغلتوا عليها قبل كده الشغل ده. دي 2018 25 9 26 1 ما اعرفش ايه. طب نعمل ترانسفورم لود على طول، نعمل لود، انا مش عايز اعدل فيها في حاجه يعني. انا عايز بس اوريكم بصوا في حاجات كده في دي الاسكاتر دي على فكره موجوده في الاكسل، بس انا هوريها لكم بشكل جديد كده في الباور بي اي. جميل قوي، انتوا سامعين؟ احنا هنعمل ايه؟ نعم كده هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه دلوقتي مع حضرتك؟ الملف انا خلصته، انا بعته لكم عشان تشوفوه تفتحوه انت. لا انا قصدي دلوقتي اللي حضرتك بتفتحه. يعني ايه مش فاهم حاجه؟ خلاص حضرتك كمل وانا. لا قولي لي بجد والله مش فاهمك، يعني قولي لي يعني دلوقتي حضرتك بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بص انا بوريكم في هنا سكاتر حلوه قوي، هوريكم حاجه كده هتعجبكم قوي. لحظه بس لحظه، احنا هنعمل ايه مثلا؟ هنعمل كوانتيتي كوانتيتي ومعاها سيلز ومعاها الاوردر ديت ومعاها عايزين فينا بروفيت او بروفيت اهو. الكوانتيتي والسيلز والبروفيت، لا كوانتيتي دي هتبقى هنا، السيلز هنا والبروفيت هتكون هنا. للأسف هي مش واضحة أوي، للأسف هي مش هتكون واضحة، يعني أنا مش عارف أوصلها لكم إزاي، بس هي مش واضحة خالص يعني. لا مش واضحة. الاسكاتر ده يا جماعة فيها حتة اسمها بلاي أكس، بلاي أكس اللي أنت تقدر تشوف البيع. لا أنا مش عايزه صاحب الأوردر ديت، أنا عايزه بالبرانش بالكاتيجوري. لحظة أوريكم حاجة هتعجبكم أوي إن شاء الله، استنوا بس عشان احنا هنعمل بس البروفيت والكوانتيتي والتوتال سيلز والبروفيت، وهنربطهم على الكاتيجوري سيلز. لا هنعملها بال والكاتيجوري سيلز، ونعملها تبقى بالبلاي اكس اللي هو بالبلاي اكس. بص يا شباب هنا في الاسكاتر دي فيها حاجة اسمها بلاي اكس، دي بتبقى حلوة جدا. البلاي اكس دي ان انت بتقدر ديت ايون، انا عايزها بالكوارتر، معلش لحظة اهي، بالكوارتر في البلاي اكس بالظبط. ونعمل في البلاي اكس دي كده هنا، دي كده كلودنج، ونخلي في البلاي اكس دي كلام كبير كده شويه. بصوا يا شباب سامعيني كده كويس؟ الو الو، ايوه معاك يا دكتور. بصي يا رب، بصي في الكوارتر 1، في الكوارتر 1 كانت كلهم مع بعض، لما نروح هنا عند كوارتر 2 الاكسسوارز ده السيلز وده الكوانتيتي. الفوت وير دي بايعة كتير في السيلز بس قليل في الكوانتيتي، ودي بايعة كتير في الكوانتيتي. بصوا صم في كوانتيتي، شايفين دي؟ فهي ماشية كده، اللي ماشي كده يمين دي، ده كده الكوانتيتي اللي هو عدد القطع، واللي طالع لفوق ده البيع. فتلاقي ان هما كلهم اول ما بدأوا طلعوا هنا، ثانية ثانية اقولها لك، اول ما طلعوا هنا ان الكلوزنج بقت بتبيع قطع كتير والفوت وير بتبيع عدد فلوس كتير. لما رحنا لكوارتر دي كده كوارتر 2، لما جينا كوارتر 3 الفوت وير طلع لفلوس اكتر والكلوزنج قل عن في الكوانتيتي. لما جينا في كوارتر 4 الكلوزنج طلع لفوق والفوت وير ابتدى يقل. خدت بالكم النقطه دي؟ حته اسمها حاجه اسمها بلاي اكس، دي مش موجوده في الاكسل. حلوه دي،
حلوه دي يا صبر، ممتازه اهو. بتكلم جد يعني والله. الاربع كوارتر. ايوه، ما انت ممكن بقى تعملها كمانس بقى، يعني ممكن نخلي دي كده ونخلي دي مانس، اللي هي تبقى البلاي اكس تبقى مانس. تعال بقى نحط، بص بقى، بص اتفرج بقى يا صبر. للاسف انا عندي الريندرنج تقيل قوي تقيل قوي، يعني انتوا مش هتشوفوا كتير يعني، عشان انا فاتح كذا برنامج فالجهاز عندي بيعطل. تعال بس موريك حاجه كده كده بالايد كده. دي كده في شهر يناير، لما جينا في شهر مارس مثلا الاكسسوارز ابتدت تطلع للشهر اللي فوق، لما جينا في شهر 4 الفوت وير ابتدى يظهر اهو، يظهر لفوق بيبيع اكتر، بس الكلوزنج بيبيع كوانتيتي اكتر، بيبيع قطع اكتر. لما جينا الماي، اذا ماي رجعوا تاني. طب لما جينا الجون ابتدى الفوت وير يطلع لفوق والكلوزنج يبيع قطع اكتر. لما جينا الجولاي، هو عشان الكوارتر، هو عشان قصدي احنا يعني بيرجع وكده، عشان هو كذا سنه مش سنه واحده، فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني الموضوع يعني بصوا سنه، يعني هي لا يعني اكتر من سنه، ثواني كده نخليها مثلا بالمنص احسن، خليها بالمنص احسن، او جون، جولاي، اوجست، اوجست ابتدى كلوزنج يبيع اهو، ده سبتمبر، سبتمبر بعت اكتر، اكتوبر، اكتوبر كلوزنج، يعني فاهمين قصدي ايه؟ ان هي بيعمل حاجه اسمها بلاي اكس. انا مش عايز يعني، انا بعملها على الجهاز عندي في الشغل، الجهاز عندي جامد قوي في الشغل، فهنا عشان الجهاز بطيء فالحركه بطيئه، لكن انتوا لو شفتوها كانت بتتعمل كانها فيديو، فاهمين قصدي ايه؟ السلام عليكم ولا ايه؟ تمام، شكرا قوي يا رحمه، شكرا قوي. انتوا كده فصلتوا يا جماعه ولا ايه؟ احنا معاك مستمتعين والله. والله انا بحبكم، بس انا بكلمكم في حته ايه، ان في شويه حاجات الموضوع عامل زي حضرتك انت بتقول، عامل زي الموضوع الفيديو كانك بتشرح والله فيديو. وفي كمان اللي هي الريبون تشارت دي، الريبون تشارت دي. نعم، بصوا الريبون تشارت مع حضرتك والله حبيب. بص الريبون تشارت دي جديده برضو، دي مش موجوده اساسا في الاكسل. الريبون تشارت اسمها ريبون، الريبون دي انت بتجيب مثلا عدد مثلا البيع بتحطها هنا كده مع الكاتيجوري. بصوا الشكل بيبقى عامل ازاي، او مثلا وتحط مثلا معاه مثلا كوانتيتي، فتلاقي الالوانات، لا الكوانتيتي دي لا بسيطه، انا عايز حاجه كده كبيره شويه، انا جايب بس دي داتا كده جايبها من على كروكي كده، فاهمين قصدي ايه؟ وحطينا بالريجن، شايفين الشكل بيبقى بيتحول ازاي كل شويه، تلاقي الالوانات مختلفه. لو احنا مثلا عملنا لها مثلا داتا ليبل مثلا على حاجه، هتلاقي الشكل بقى مختلف خالص. لما نيجي مثلا نختار دي هتلاقوا يعني، تعالوا بصوا اوريكم، هوريلكم هنا، خلينا نشيل دي كده، خلينا نشيل اللقطة بتاعت دي مثلا، ونعمل الريجون تشارت دي تمام، ونعمل الريجون. احنا كنا لما مسحنا كانت ايه؟ ثواني اوريكم، انا بقول لكم الجهاز هنا بيلطم على وش، بيلطم جروس انكم باي برودكت. بصوا نعمل دي كده هنا، ونعمل الجروس انكم، جروس 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 جروس، فين الجروس؟ انا مختار اتش اند ام، انا بتكلم على جروس، جروس انكم اهو، باي برودكت، برودكت لاين اهي، ونحط فيها مثلا وليكن بالجندر مثلا، فين الجندر؟ الجندر اهي. بصوا لما اجي اختار مثلا يناير، او لما اجي اختار مثلا الجندر دي مثلا فيميل، بصوا تلاقي جاب لي الفيميل عامل ازاي، خدتوا بالكم اللقطه دي اللي هي عامله زي الموجه كده، فاهمين ولا يا شباب؟ عموما يعني انتوا سامعيني، انتوا اهم حاجه انتوا سامعيني عموما دلوقتي ولا لا؟ على فكره انا ببقى عارف، ان انا وانا بشرح الفيجوال بالموضوع بيعطله شويه، انا عارف. بص يا ستي، احنا دلوقتي خلاص، احنا دلوقتي عملنا الداتا كلها وظبطنا كل حاجه تمام. فدلوقتي لما بتيجي تعملي فلتر، انت بتختاري مثلا بالمنص، شهر مثلا يناير صح كده، اخترت شهر يناير، بص الدنيا اتغيرت اهي خلاص. الفكره بقى مثلا وليكن مثلا انت عايزه تختاري الفيميل ولا الميل، انت عايزه تعرفي انهي مبيعاتهم اكتر، هتدوسي على الميل، دوسي بس دوسه واحده. فهو كده جاب لك كل مبيعات الميل، خدت بالك؟ عمل لك هايلايت اسمها كروس هايلايت، جاب لك كل مبيعات الميل في كل حاجه. بصي شايفه الويف دي اللي هي الشكل ده اهو،
دي مبيعات الـ الرجاله، ودي مبيعات الرجاله اهي باللون الازرق دي، ودي مبيعات الرجاله اهي، ودي مبيعات الرجاله، فاهمه؟ اسمها حاجه اسمها كروس هايلايت، اللي هو بيعمل لك كل حاجه. يعني مثلا دوس هنا مثلا في ميل دي، او جاب لك مبيعات الستات، مبيعات الستات، مبيعات الستات، مبيعات الستات. طب عايز تخرجي من الفلتر كله، تروحي دايسه هنا كده تاني كده، وتروحي دايسه جانيوري دي كده شالها لك. طب انا مثلا عايز اعرف مبيعات المدينه دي، بمجرد ما ادوس عليها بص ايه اللي هيحصل. جاب لي ان الفيميل والميل بيعملوا ايه، جاب لي ان المبيعات، بس انا مش حاطط هنا داتا ليبل، جاب لي المبيعات هنا عامله ازاي. طب لو انا دوست عليها مره تانية الدنيا اختلفت. بجد يا شباب والله ما بهزر، الفيجوال دي جامده جدا 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 جدا، تقدروا تعملوا بيها شغل حلو قوي. بركه فيك يا سيدي حبيبي يا صاحبي، انا كده انا تعبتكم، انا فعلا عارف ان انا تعبتكم، بس انا والله الموضوع ممتع وسهل عشان خاطر احنا اشتغلنا بايدينا، والباور كويري باور بيفت والاكسل، الموضوع بالنسبه لنا يعني الى حد ما كبير كويس جدا. ممكن بقى طلب بقى من الله ينور عليك، يعني ممكن بقى طلب من اخوكم بقى بعد اذنكم. بص يا شباب، نعم، طلب بقى منكم لو سمحتم في خلال الاسبوع ده لو تعرفوا تعملوا داتا وتعملوا وتسحبوها وتنزلوها على الباور بي اي عشان تشتغلوا بايديكم، وتبعتوا لي الداتا دي، انا عايز اشوفها بعينيا. ممكن؟ ماشي، اعتقد الموضوع على باور بي اي هيبقى اسهل شويه يا شباب. تمام، ها انتوا شايفين يا شباب؟ تمام ماشي اكيد ان شاء الله. انا بس عايزه اقول حاجه، اتفضلي. مش فاهمه الدايجرام اللي تحت ده، انا يعني مش فاهمه هو رايح فين جاي منين. الريبون ده اسمه الريبون ده، الحته دي الريبون ده. اوكي تمام. طب انا هوريك، استني يا ستي، ممكن نجيب مصدر ممكن مصدر نجيب منه الداتا. ايوه، ما هو المصادر يا جماعه اللي احنا قلنا المصادر اسمها ايه، كاجل، اللي هي يا جماعه كاجل، كاجل اهو، ثانيه، كاجل اهو، اسمه كاجل اهو، كاجل. انتوا لو جيتوا هنا وكتبتوا مثلا سيلز، سيلز اهي، هيجيب لكم السيلز، وتختاروا من هنا مثلا سي اس في، ولا اختاروا مثلا اكس ال اس اكس ده، واختاروا بصوا كميه داتا بالهبل، فاهمين يا شباب؟ مثلا وليكن اخترنا دي، مثلا اخترنا دي، هتلاقوا في حاجه اسمها داونلود اهي، بس كده. تمام كده يا شباب؟ تمام ماشي. انت بقى مش فاهم الحته دي يا رحمه، صح؟ ثانيه بس احط لها بس داتا ليبل لحظه. البوزيشن انسايد اوت هي مش متشافه هنا عشان الرقم ضخم، الفاليو يكبر شويه بس كده اهي. بصي لما اجي اختار مبيعات الميل، بصي اللي حصل في الفود اند بيفرج دي، قال لك ان هو باع ب 1100، خدت بالك ولا لا؟ اه. بعد كده طلع في السبورت باع ب 1300، بس اعلى حاجه باعها في الالكترو، الحاجات الالكترو، خدت بالك؟ ايه هو بيجيبها لك كانها مرتبطه ببعض. على فكره دي حلوه جدا، على فكره راح شكلها كده احسن، على فكره انا مية كده واضح، مش بهزر والله، شكلها كده افضل بكتير، صح ولا غلط؟ اه يعني جايبه الداتا على بعضها. ايوه مش بهزر، يعني بيقول لك بصي حتى انت من لقطه كده تعرفي ان دي اعلى حاجه. انت كده فهمتيني كده يا رحمه، انا يعني بوريها لك ازاي، يعني قصدي ان الشكل كده دلوقتي بقى افضل ان انت تكوني، ثواني بس اعملها لك، اعمل الشير يبقى بورشن. نعم، حد كان بيتكلم؟ الو انت سامعني كده يا رحمه ولا لا؟ محمد مع حضرتك. ايوه سامعني حبيبي يا ابو واحد. بصوا انت فهمتي كده قصدي ايه، ان انت بتبقي قاعده. اه تمام. بتبقي اول ما بتختاري مثلا في ميل، بصي اول ما تختاري في ميل ايه اللي حصل، بصي خدتي بالك من الويف دي، من الموجه دي كده؟ بصي قال لك ان اقل حاجه بتبيعها في الالكترو، اقل حاجه تمام، واعلى حاجه مثلا في الفود وهكذا.
يعني مثلا لو انت مثلا جينا حطينا وليكن وليكن بدل البرودكت لاين دي حطينا مثلا فيها البرودكت لاين دي مثلا حطينا فيها مثلا وليكن الكوارتر مثلا هنا. اه بصي بقى اهو استني ركزي كده فيها. يعني خدت بالك بتقول لك في كوارتر 1 استني بس نقلل كده نخلي ال البرودكت لاين دي كده معموله. ايون بس احنا عايزين نقسمها عن طريق البرانش مثلا. لا مش البرانش, نخليها عن طريق سيتي. لا سيتي برضو لا, عايزين بال الجندر والجروس انكم بال برودكت لاين فعلا. بس هنخليها بال بصي اللقطه دي كده. بصي خدتي بالك من اللقطه دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان سامعاني كده يا رحمه, سامعاني كده. بيقول لك لما انت لما انا اخترت في ميل قال لي ان في كوارتر 1 هي كانت في الالكترو عامل كده, اعلى حاجه في الكوارتر اللي هو الفود اند بيفرج هي بايعه ب 1600 قطعه وهكذا. انت فاهمه الفكره عامله ازاي؟ دي بنت لذينه يعني. انت بمجرد ما تدوسي كده هترجع تاني الحاجه زي ما هي, لكن بمجرد تختاري مثلا الميل هيبتدي هو يفلتر لك على الحاجه بتاعه الميل بس. على فكره شكلها حلو جدا, مش بهزر والله, هي فعلا شكلها يعني كويس. تمام يا استاذ, انت حاسس انت فصلتي مني؟ انتوا فصلتوا يا جماعه, اهم حاجه انا عارف انتوا فصلتوا, انا نفسي فصلت. بس الدنيا كويسه معاكم يعني؟ يعني الحمد لله وصلتوا كده يعني مرحله كويسه, الدنيا ماشيه كويس. انتوا بس محتاجين انتوا تطبقوا, فاهمين ولا؟ بالظبط, محتاجين طب عشان كل ده يثبت. ماشي هو سهل ما فيهوش حاجه على فكره, بس يعني هو اغلبه انا شايفه ان هو بيبقى شبه شويه ان هو دراج اند دروب. بالظبط عكس الاكسل. عكس الاكسل, الاكسل انت محتاج بقى معادلات ومش عارف وانبوتس كتير والكلام. صح صح. لكن صح. هنا انا حاسه ان انت بتسحب بتمبورت الداتا من اي. وعلى فكره واقول لك على حاجه برضو, عدل بقى يا باشا, واقول لك برده على حاجه تانية. الحاجات حتى معادلات الداكس اللي موجوده يعني في معادلات في داكس اللي هي اسمها داكس, انتوا فاكرينها في الباور, في الباور بيفوت. معادلات الداكس حبيبي يا روح, معادلات الداكس بسيطه يعني مش كبيره. معادلات الداكس اللي انت بتعملها هنا او بتعملها في ميجر برضو بسيطه, مش ضخمه يعني. بحس ان هي انت اغلبيه الشغل هنا هيكون دراج اند دروب فعلا. انت فعلا كلامك صح, الداتا عندك هنا يعني. انا كنت لسه منزل داتا اتش اند ام, نزلت اهي. ممكن بالظبط انت بتعملها كاستمايزيشن بس انت مش يعني مش بتضيف حاجه. دي الداتا الاولانيه ودي الداتا الثانيه, دي اللي انا هشرحها لكم المره الجايه. انت بتقدر تعمل لينك اللي هي فاكرين العلاقات اللي احنا كنا عاملينها, العلاقات اللي هي 1 تو ميني وميني تو 1 و1 تو 1 فاكرينها. دي نقدر نعملها ان احنا نربط كذا داتا ببعض. بصوا بجد بجد يا شباب والله العظيم الباور بي اي فعلا فعلا يقدر يفيدكم كتير قوي. في حاجة كتير قوي انتوا مش محتاجين تستخدموها في الباور بي اي يعني. بصراحه الببلش دي للاسف هي مش خدمه مجانيه, فاخرنا هنبقى كده يعني, اخرنا هنبقى بالمنظر ده كده. بس في نفس الوقت المنظر ده مش وحش. طب هو السؤال بس الاهم, هو دلوقتي انا طلعت الانبوتس دي كلها وتمام وزي الفل, ماشي, المفروض انا بقى ببعت الداتا دي لاقسام تانية ولا انا وظيفتي بتقتصر يعني؟ لا طبعا بزود حاجه تاني. بص انت وظيفتك ان انت بتطلع الداتا انالست بتطلعها وتوريها لاصحاب القرار. مين اصحاب القرار اللي معاك في المكان؟ مدير, رؤساء اقسام, مش لازم يعني. انت لو مشترك في البرو ما عنديش مشكله, لكن انت لو مش مشترك يبقى تعمل ايه؟ هتضطر بقى يعني تعمل لهم مثلا كبرزنتيشن مثلا لكل حد. تقعد مثلا مع كل مدير قسم وتقول لو سمحت القسم عندك مثلا واقف في الحته دي, واقف في الحته دي, واقف في الحته دي. ما هي دي مش داتا, انت ممكن تعمل اكتر من داتا يعني, اكتر من فيجوالايز مع بعض يعني. دي هنا تيجي تعمل داشبورد تانية على فكره يا جماعه. في داشبورد بتبقى بسيطه قوي يعني. انت ممكن مثلا انت ممكن مثلا تعمل مثلا حاجات زي اللي هي التيبل ده, تيبل بالمنظر ده كانه اكسل فعلا يعني. انت تيجي هنا تقول له البرانش بتاعك او السيتي مثلا اهي دي السيتي. لا احنا عايزين حاجه اكبر شويه يعني, مثلا في البرودكت لاين مثلا ده, وتقول له مثلا ده الكوانتيتي بتاعتك فين 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 الكوانتيتي هنا.
الكوانتيتي والتوتال سيلز اهو كانه اكسل وتعملها كده. فاهمين قصدي؟ يعني انت تعرضها كانه يعني كانه زي الاكسل فعلا يعني. مش انتوا معايا ولا ايه؟ ايوه تمام. انتوا يعني قصدي ايه؟ يعني انت مثلا حاجه هنا للداشبورد، حاجه هنا البيج 1 دي للداشبورد، وبيج 2 مثلا للديتيل، يبقى ما ترجعش تاني الاكسل. فاهم قصدي؟ يعني تعمل هنا مثلا ديتيل بحيث ان صحيح. انت تظبط كل حاجه وما ترجع، ويبقى هنا ده الحاجات الرئيسيه اللي هو الداشبورد دي الرئيسيه، والبيج 2 دي اللي هي الديتيل. فاكرين زي السورس والداشبورد؟ هي نفس الفكره. تمام. في اي حد يا جماعه عنده اي سؤال؟ معلش السؤال انا اسف. معلش اتفضل تحت امرك. معلش يعني هل انا وظيفتي دلوقتي كداتا اناليتيك ان انا بعمل اللي انت قلته حضرتك ده دلوقتي، اللي هو انا بوري مثلا اصحاب القرار يا جماعه انت واقع في كذا، دي الداتا بتاعت كذا، ده بتاعت قسم كذا، ولا هل في حاجه تاني؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، هل في اي ريكويرمنت مثلا لما باجي مثلا اقدم على وظيفه داتا اناليسز؟ يعني انا طب انا معايا دلوقتي الاكسل والباور بي اي، في هل حاجه تاني معاهم؟ في مهارات تانيه؟ في برامج تانيه؟ بس يعني انا عايز اعلم. بس هو في هقول لك على حاجه. بص هقول لك على حاجه، نصيحه مني ليكم، كل ما تتعلم ادوات كتيره كل ما هتلاقي فرص شغل اكتر. بص الاكسل هو جوجل شيت، فانت كده لما انت تيجي تكتب اللي انا كمان معايا جوجل شيت هيبقى افضل. جوجل شيت سهل جدا على فكره يا يوسف، سهل جدا زيه زي الاكسل بالظبط. ما هو زي الاكسل فعلا، بس في شويه تفاصيل مثلا تانية اللي انت تقدر مثلا تشير الشيت ده مع حد، تقدر تعمله اونلاين، تقدر تخلي الناس تشوف الشيت وهكذا. دي حاجه. الحاجة التانية لوكر. عارفين لوكر؟ فاكرين لوكر ده يا جماعة ولا لا؟ فاكرين لوكر؟ لوكر اللي هو جوجل داتا ستوديو، اللي هو ده اللي انا كنت شرحته اونلاين، اللي هو ايه اللي حضرتك كنت بتقول ده كان اونلاين، اللي هو كان ايوه لوكر اسمه لوكر صح كده، اللي هو الاونلاين صح، اللي هو الاونلاين ده اسمه لوكر، لوكر ستوديو. ده برضو عامل زي الباور بي اي، هو المنظر ده يفتح دلوقتي يا يوسف. انت شايف كده يوسف؟ تمام تمام. يبقى انت كده معاك ايه؟ اكسل، جوجل شيت، باور بي اي، في لوكر. لوكر ده على فكره، لوكر ده زي الباور بي اي بالظبط يا يوسف. ما هو شكله واضح، شكل واضح، بس ايه بقى حلاوه اللوكر ده يا يوسف؟ ان انت تقدر تشوفه من اي حته. الباور بي اي رخم شويه يعني. بص انا هبعته لك هنا كده، جات لك الرساله دي، جات الرساله اللي في جت رسالة انا بعتها على الـ على على اسمه ايه ده، على الزوم. على زوم. جت لك رسالة شتا. انت لو فتحت اللينك ده دلوقتي هتلاقي عرف تشوفه سيلز. يعني انت وانت بتكلمني لو فتحت اللينك ده هتلاقيه تعرف تشوفه دلوقتي بالفعل بالظبط. هو وتقدر كمان تعمل تفلتر على كل حاجة من ده، وانا ما يحصلش حاجة يعني الشيت ده انا واقف زي ما انا. هو سيمبل شوية عن الباور بي اي. هو سيمبل يعني فعلا. هو سيمبل كتير. الباور بي اي يعني في كاستمايزيشن اكتر. في كاستمايزيشن كتير وتقيل مش سهل. يعني بس هو ده حاجه يعني ايه، ده حاجه اللي هو انا ايه هعرض حاجه بسرعه مثلا. لا وتعرض حاجه كويسه. لا برضو يعني قصدي ايه، بصوا يا شباب اغلبيه شغلكم، انا اغلبيه الشغل بتاعنا هيبقى مش معادلات في الباور بي اي على قد ما هو دراج اند دروب زي ما انت قلت كده، دراج اند دروب. فده برضو دراج اند دروب، تقدر مثلا تختار مثلا تشانل مثلا زي مثلا اونلاين هتبتدي الدنيا دي تتغير. تقدر مثلا تختار حاجه زي مثلا تعالى اختار مثلا ستورز مثلا اهي، ممكن مثلا تختار مثلا من الستورز مثلا اركان مثلا وبورتو مارينا. انت شايف يا يوسف الموضوع ده ولا؟ تمام. اركان وبورتو مارينا بيجيب لك المقارنات ما بين اركان وبورتو مارينا ايه الاخبار وهكذا. يعني قصدي ايه، ده لوكر فاهم. لوكر حلو على فكره مش وحش، وحلاوته ان انت بتعرف تعمل ببلش للحاجه اونلاين. انت اكيد وانت بتكلمني دلوقتي انت فاتحه بالظبط، فاهم قصدي؟ فده لوكر ده. فكده انت خلاص كده بقى، انت فاهم قصدي يعني؟ صحيح. خلاص انت كده كويس قوي يعني. طب بص انا عايز اوري لحضرتك حاجه يعني ايه. دي هبعتها دلوقتي على الزوم، ممكن توضح يعني ده مثلا ايه، ده ريكويرمنت الوظيفه. ابعته على زوم انا فاتحه. لا هو ده مكسيد، بيقول لك حتى زوم مش عارف مكسيدين كل حاجه فيه. لا انا بجد انا النهارده بجد زوم غريب، التليفونات غريبه. مش عارف احنا ليه شغالين عليه يعني، ما في تيمز في ميت ما
معلش معلش هو زوم على فكره زوم مريح والله يعني زوم. بس بص انا بعتها يعني انا بعتها على الواتس. استنى ماشي ده الجوب ديسكريبشن ماشي. وفي بقى المشكله ان الواتس عندي حاسس ان انا في الشارع والله العظيم. ثواني كده. ودي الريكويرمنت. بص يا شباب بيقول لك ايه احنا. بص انت ما تبصش داتا انالست ده ليد ده مانجر ده مانجر اذا كان ديد والاوفر سي تيم اوف داتا. طب نشوفوا الريكويرمنت دي يا معاك ريسبوند او تيم ليدرشيب. بصراحه انا مش هكذب عليك انا مش تيم ليدر على فكره. حته انك تبقى مدير دي مش سهله. بني ادمين تحتيك وارواح ناس وناس ممكن تدعي عليك. انا ما بحبهاش والله. انا ما بحبش ابقى مدير بصراحه. انا بحب اشيل نفسي بنفسي. اساين تاسك فور بروجكت انشورنج افيشنت ورك فلو داتا اناليسيس كولابوريت وستيك هولدرز. عارفين ايه يا جماعه ستيك هولدرز دي؟ المساهمين. ستيك هولدرز اه اسمها ستيك هولدر. الكلمه دي اتقابلوها كتير قوي. ندوس كليك من هنا اسمها مساهمين او المالكون. اي حد في الشركه اسمه ستيك هولدرز. يعني اي حد ليه مصلحه مثلا رئيس قسم مثلا اسمه ده ستيك هولدرز. مديرك اسمه ستيك هولدرز دي اسمها ستيك هولدر. ديفلوبمنت امبلمنت داتا اناليسيس استراتيجيز يوزنج كونداكت ديبث. اصل بص مش هكذب عليك دي باتشلر اه ايه ده انت بتبعت انت عمال تبعت باتشلر. انا يعني بقارن حاجه ثانيه يعني خلاص لو اللي في بص دي اداره شايف دي يعني دي يعني بص انا خبرتي كداتا اناليسيس حوالي 7 سنين او 6 وشويه. فدلوقتي من 5 ل 10 بيقول لك اكسبيرينس داتا اناليسيس ماشي وز ات ليست 2 ييرز ان ليدرشيب رول. خدت بالك من اللقطه دي؟ بيقول لك هو عايز على الاقل سنتين كنت انت ليدر فيها. صحيح انت تعرف تمسك ناس تعرف تدير ناس فاهم. دي مش عندي مش دعوه احنا بالكلام. دي مش عندي فعلا. صح انت عندك حق. سترونج بروفيشنسي داتا اناليسيس اس كيو ال بايثون ارت. يا نهار اسود. بص انا معايا دي ومعايا دي. هما بقى بص بيطلبوا حاجات قد ايه وانا متاكد. ليه بقى كده؟ ليه الغلاسه دي؟ لا اقول لك لا 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 اسمعني انا متاكد مليون مية ان هما ما بيشتغلوش بكل ده بالظبط كده. بص يا شباب انت اهم حاجه اسمعوا من اخوكم والله والله يعني كاخ ليكم والله. ده وده وطبعا اكسل ولوكر بس. البايثون دي بصوا يا شباب اللي معاه لغه بايثون مش هيشتغل محلل بيانات في شركات زي الشركات بتاعتنا شركه الاسمنت شركه. اغلبيه شغلانته هتشتغل مع البيج داتا. يعني عارفين يعني ايه البيج داتا؟ احنا بنتكلم في بيتا بايت والزيتا ايوه الافات الافات. لكن البايثون ده بيتعامل مع الناس الغبيه جدا اللي هي ملايين الرهات. فاهمين قصدي؟ وبصراحه في اي شركه مفيش الكلام ده هنا في مصر على الاقل. ثواني يا جماعه. لا ثواني هو انتوا مش شغالين في شركه؟ حد هنا شغال معانا؟ حد هنا شغال يا جماعه؟ معلش معاك انا كبير. صبره انت بتشتغل ايه يعني؟ هل انت بتشتغل يعني الداتا اللي انت بتطلعها اخرها كام رو مثلا؟ يعني ممكن 3000 يعني مش كتير يعني. 3000 يا جماعه انا بقول لك اخر رو انا اشتغلت عليه كان 320000. يعني قصدي ايه 320000 وكانت بتشتغل على الاكسل عادي. يعني قصدي ده اخرنا. ده اخرنا. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ فمش محتاجه بايثون. البايثون محتاجه بقى داتا سنتر زي بتاعه فيسبوك ميتا الناس الكبيره دي. بالظبط الحاجات الكبيره دي مش تبعنا خالص يعني مش حاجتنا. اكسبيرينس ويز لارج اند كومبلكس داتا سيتس ماشي دي خلاص دي تبعنا. الجوب ريكويرمنت دي واحده ثانيه. دي الجوب ريكويرمنت نوليدج بص داتا سيتس اكسل واحد جميل اهو ده عنده عقل شويه. ايدنتيفاي انالايز انتربت. اي بص الجمله دي يا جماعه دي الحته دي احنا دي اللي احنا عملناها في البار كويري والبار بيفوت. الحته دي اللي انت بتعرف تنظف او كلين داتا باي ريفيوينج اهي. بص اهي كلين داتا في الحته دي والحته دي. خدت بالك الايرور في البار كويري؟ الايرور اللي بيظهر معانا نعمل ريموف ايرور. ايوه وكلين اللي انت تعرف تنظف الداتا كمان. لو الداتا مش احنا كنا في البرانش قال لك ان كان في شويه حاجات كانت فاضيه احنا عملناها ريبليس. خدت بالكم حاجات كليننج ورك ويز مانجمنت بريوتورايز الواحد بعته خالص. جوب ريكويرمنت بروفن داتا انالست اهي. احنا داتا انالست بزنس انالست داتا اناليتكس بزنس ديفلوبمنت كل دي تخصنا. سترونج نوليدج ويز ريبورتنج باكج
ده طبيعي الباكج. هي دي تقدر تقدم فيها، دي تقدر تقدم فيها. الو معاك يعني قصدي يا يوسف الحته دي تقدر تقدم. رحمه انت معايا؟ رحمه شايفه الحته دي؟ اه معايا. انت عارفه انا ليه بسالك الحته دي؟ علشان اكيد اكيد انت برضو على لينكد ان وبتشوفي الحاجات دي. اه الريكويرمنت دي يا جماعه تقدروا ان انتوا تشوفوها على لينكد ان. يعني انتوا دلوقتي هيبقى معاكم اكسل و وباور بي اي. على فكره يا جماعه السيكوال عبيط، على فكره السيكوال انتوا هقول لكم ايه ثواني. في لنا محاضره معاك طبعا. والله ممكن المحاضره الجايه ادي لكم سيكوال، ايه رايكم؟ كده كده برضه خلص يعني يعتبر خلصان. بص الحته دي الاس كيو ال احنا هنشتغل على الجزء ده بس. يعني اس كيو ال ده كل ده اس كيو ال دي كده. انت مش معايا يوسف صح؟ شايف دي؟ معاك معاك معاك. بص الاس كيو ال اسمه دي ام ال، دي سي ال، دي 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 ال، دي كيو ال. الحاجات دي ما تخصناش قوي، ما تخصش يعني. بص الدي الدي سي ال دي اللي هي داتا كنترول لانجوج، اللي هي بتدي جرانت وريفوك لليوزر. دي مش بتاعتنا يعني، دي مش بتاعت داتا اناليسيس، دي بتاعت بيزنس ادمن. فاهمين قصدي؟ يعني ده واحد بيبقى بيزنس فيها فيها بيرميشن كتير. ايوه فيها بيرميشن وفيها حوارات، دي مش بتاعتنا. التي سي ال اللي هو الجزء ده انا بصراحه انا نفسي ما اعرفش ده ايه ده بصراحه. يعني انا ما اعرفش ده ايه ده، ما جربتوش بصراحه. الفانكشن النل والبرايمري كي لا دي برده مش تبعنا. الاوبريتور دي برده مش تبعنا، اللي هي دي. الدي دي ال اللي هي ديت وكونسترين برده مش تبعنا، وكرييت ودروب ورينيم دي برده مش تبعنا. انت اللي يخصك دي بقى دي ام ال، يعني ممكن حته من زي دي كده، ودي برده مش تبعك لان دي اللي بيدخلها انت. كل اللي عليك، كل اللي عليك انك تعمل اكستراكت الجزء ده، الجزء ده اللي اسمه داتا كويري لانجويج دي كيو ال. سيلكت بتعمل سيلكت يعني تسحب فروم، والوير دي يعني اللي هي الفلتر، وجروب باي اللي انا قلت لكم اللي هي زي البيفوت تيبل دي كده، واوردر باي اللي هي السورت. معايا ولا ايه؟ تمام. هي الجزء ده، الجزء ده على فكره انا ممكن اسمه ايه ده المحاضره الجايه هشرح لكم اس كيو ال. يبقى كده على الاقل، على الاقل انتوا كده دخلتوا في الداتا اناليسيس. يعني كده انتوا خدتوا باور بي اي. الباور بي اي يا جماعه على فكره بنسبه 80% اللي انا شرحته النهارده ده خلاص كده اتقفل. انتوا معايا؟ تمام. انتوا معايا ولا ايه ولا؟ تمام. يعني اتكلموا معايا كده، انتوا سامعني؟ سامعني يا ابو واحد؟ سامعني يا بدوي؟ انا عايز الناس اللي ساكته دي تبقى تتكلم. هو بس بالنسبه لي انا عايز اراجع على الاكسل بس، يعني الفكره معايا انا في الاكسل. انا عايز اراجع عليه كل فتره، مش عارف بتلخبط فيه، مش عارف تحت امرك. انا بشوفه أنا بص يا شباب 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 انا جاي عايز اراجع الفيديوهات يعني بقى على تحت امرك راجعها. ولو في اي حاجه اسمعني يا يوسف، لو في اي حاجه برضو كلمني انا. انا ما يعني هتلاقيني برد عليك على طول. الله يكرمك. انا بقول لكم ايه، انا ممكن اشرح لكم. سيبكم يعني سيبكم من البار بار بي اي. صدقوني البار بي اي اللي انتوا اللي انا شرحته لكم النهارده ده والله والله ده 80%. احنا عملنا داشبورد بنت لذينه في 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 محاضره. انتوا خدتوا بالكم ولا ايه؟ ايوه. وده لا يعني ده ما فيهوش تعديلات كتير، يعني ده هيبقى انتوا فاهمين قصدي ايه. ممكن بشرح لكم المره الجايه اس كيو الحته الجزء ده كده. ويبقى كده خليل انت معايا؟ اه طبعا حضرتك. اه انت سامع الحته دي؟ انت سمعت الجزء اللي فات ده؟ اه سمعت الجزء اللي فات ان احنا فاضل لنا ان شاء الله الاس كيو ال. فالحته بتاعت الاس كيو اللي احنا نشرح دي، يعني بصوا يا جماعه الاس كيو ال بصوا ليله كبيره. بصوا قد ايه استراكشرد كويري. انا بس كان ليا رجاء عند حضرتك بس ان هو يتشرح الجمعه مش السبت، علشان بس اكون قاعد في البيت ومركز. ان شاء الله تبقى الجمعه الجايه ان شاء الله باذن الله. تمام. يعني قصدي يا جماعه الاس كيو ال داتا كبيره وحوارات كبيره، فانا بس كل عليا ان انا اشرح لكم الجزء ده. الجزء ده جميل قوي يا شباب. الجزء ده بتاع الاكستراكشن اللي هو بتاع استخراج البيانات. انت كل اللي عليك انك بيبقى عندك بيانات كبيره جدا انت بتبقى عايز تسحبها، فالاكسل مش هيشيلها، فانت بتضطر انك تدخل على الاس كيو ال يعني ايه تعمل لها اكستراكت او تسحبها. فاهمين قصدي ايه؟ اسمها داتا جاذرنج اللي هو صح. داتا جاذرنج ايا كان الاسم، اسمها اكستراكشن داتا جاذرنج ايا كان، بس انت شغلتك كداتا اناليست انك تسحب الداتا وتطلعها بره وتنظفها، او تنظفها جوه يا عم الاس كيو ال مفيش مشكله، وتبتدي ايه تعرضها في برزنتيشن او تربط الاس كيو ال بالباور بي اي. يعني فاهم انتوا فاهمين قصدي ايه؟ صح. فكده انتوا كويسين ولا ايه؟
تمام الحمد لله كده الحمد لله. انت عارفه رحمه اللي بتفكريني بيها يا رحمه؟ هقول لك ايه. والدتي لما بتصل بيها بقول لها ماما ايه عامله ايه وكده، قالت الحمد لله، بقول لها لا انت عامله اكل ايه؟ انت فاهم قصدي؟ انت عامله اكل ايه يا ماما؟ انت مش عايزه اقول لك انت عامله ايه. ماشي يا شباب، ولكن يعني الحمد لله يعني تيبل يعني فاهمين الحمد لله. يعني انت عامله ايه؟ الحمد لله فاهم. لا انا عامله مثلا فطار كذا، انا عامله اكل يعني. لا بقى احنا ايه يا حاج رحمه؟ اكل بس ما عملناش والله. الله يكون في عونكم. بص يا ستي، فكده احنا عملنا اللقطه دي كده يا شباب. احنا بس هنعمل انا اقف هنا كده. خليلي انت فهمت الباور بي اي؟ تو انت انا محتاج ان شاء الله بعد ما حضرتك ترفع الفيديو اشتغل عليه بقى بايدي ان شاء الله. بصوا الباور بي اي في شويه تفاصيل يعني انا هو كده، انا بس بخليها بالمنظر ده كده. هو سهل مش صعب والله يا باشمهندس. والله سهل جدا والله يا جماعه والله. بس هو فاهمني، هو بس كتر الكاستمايزيشن بتاعه بقى يعني، هي بس ايه، لكن هو مفهوش تعقيد. ايوه مفهوش تعقيد نهائي يعني، عكس الاكسل. ايوه الاكسل كتابات كتيره، كتابه كتيره. انا فاهم ده جميل، ده جميل، بس بحس ان انا بتعامل مع باور بوينت يعني، مش بالظبط باور. صح انت بتتكلم صح، باور بوينت جميل قوي. يعني فعلا يا جماعه موضوع حلو قوي باور بوينت يا جماعه. صح بالمناسبه انا في حركه كده بحب اعملها قوي، كل ما حد يكلمني اروح اعملها له. والله العظيم بنبسط قوي. عارفين انتوا زي الاطفال كده لما الواحد بيحب يوري حد كبير حاجه كده من بره. بص والله على حاجه في كده على معلومه. والله اخر مره اشتغلت عليه كان على اوفيس اكس بي. لا اتفرج بقى. بص يا جماعه انا اقول لكم انا على حاجه حلوه. حد هنا مدير يا جماعه؟ يعني حد هنا ليه تحتي ناس تحتي؟ معاك يا كبير. ماشي قول لي صبره كده يعني. صبره اهو، صبره ده المدير. بعد كده دوس انتر ودوس تاب. بعد صبره مين اللي تحتي كمدير؟ معايا استاذ عاصم. ومين تاني؟ معايا تيم بقى يعني. عاصم دي بتتكتب ازاي؟ ايه كده؟ اس اي ام عاصم اهي كده، اخليها كده. ماشي حلو. تحت عاصم مين؟ عندك 16 فرع. لا اله الا الله. عايز 4 5 كده مثلا. طيب مثلا في معاز، في عمرو. معاز وعمر ومين تاني؟ علاء ومين محمد تاني؟ نعم محمد مؤمن. بس كده خلينا في دول كده. خدت بالكم انا عملت صبره فوق اهي وعاصم تحتيه، بس يعني قدامه كده، ومعاز ده تحت عاصم. خدت بالكم اللقطه دي؟ تمام كده يا شباب. اول ما تعلموا على دي كده اهو كده، هنا تروحوا دايسين كليك يمين في حاجه اسمها كونفرت تو سمارت، ونخليها دي كده. بصوا المنظر ده اول ما اعملها. لا جميل. بقول لك انا بحب اعملها قوي، كل ما حد يكلمني اقول له طب تعالى اوريك حاجه. اكنك بتعمل زي ممكن مثلا اقول لك انا بص صبره دي مثلا ممكن اخليني مثلا تحت صبره مثلا كده محمد تحسين مثلا اهو كده، ونعمل مثلا تحت مثلا محمد تحسين مثلا يبقى جميل. والله بجد اقول لك حاجه هبدا اعملها والله. انت ما انا بقول لك الموضوع. بنستخدم الفلوت شارت دي على فكره عندنا برضو في الباك اند. يا يوسف صدقني انا ببقى عارف الناس بتنبهر بايه وبعملها، والله ما بهزر. انا ببقى عارف اضرب في يعني في المناطق الحساسه. يعني بص اهي مصطفى مثلا ده مثلا محمود مثلا، ممكن مثلا نروح عاملين مثلا تحت مصطفى ده مثلا تحت مصطفى نخليه واحد تاني، فاهم قصدي؟ احمد مثلا، وتحت احمد ده نخليه واحد تالت، فاهم قصدي؟ اسلام مثلا، تدرج الوظيفه هيراركي يا شباب هاي مثلا، ونخلي مثلا تحت صبر ده مثلا نخلي له مثلا نعمل له اسيستنت. يا عم انت راجل تحتيك ناس كتير قوي، فنعمل لك واحده اسيستنت اهي عشان ايه تروق على حالك. او مثلا نعمل اد شيب اهي، فين اد شيب، ونخليها دي اسيستنت اهي. يبقى استاذ صبر كده تحتيه مثلا، ونكون نخليها مثلا ايه ياسمين مثلا، ونعمل مثلا ايه يبقى صبر مثلا دي في افكار. ممكن نروح عاملين مثلا كده تشينج كده للحاجه، او مثلا نعمل تشينج دي كده. ايه رايك صبره؟ حلو ده. لا جميله بجد، هعملها على فكره. والله مش بقول لك يا يوسف اقسم الفروع يا يوسف الناس وكده. والله يا يوسف انت معايا؟ يوسف معاك يا باشمهندس. يا باشا والله العظيم سجلتها اهم حاجه. نعم سجلها ولا لا؟ انا مسجل. والله بسجل.
هو اللي انا قصدي عليه ايه يا يوسف، انا ببقى اول ما بشوف حد ببقى عايز اديله كده شويه افكار، بروح قايل له طب تعالى اوريك في الباوربوينت اعمل لك حركه كده حلوه، اول ما اشوف ايه ده ازاي انا عايز والله يا ابني بص يا شباب، انا من الناس اللي انا بحب قوي التكنولوجيا، ممكن بقى تختار بقى من الهيراركي دي مثلا، تختار مثلا كده الشكل ده كده يبقى كده، فاهم يا صبرا؟ يعني تخليه كده مثلا وتعملها كده بالمنظر ده كده، اللي انت تخلي الاشكال. احنا يا نهار ابيض، احنا النهارده اتكلمنا في حاجات كتير قوي ما شاء الله، اتكلمنا بار بي اي واكسل وسيكوال واتكلمنا بار بوينت. انت معايا يا عم خليل ولا ايه في الليله الكبيره دي؟ انا مع حضرتك ايوه تمام. طب تمام بس كده. ف انا قصدي ان انتوا ان شاء الله ان شاء الله المحاضره اللي جايه ان شاء الله هتكون اس كيو ال، ويعتبر كده احنا خلصنا حاجات كتير قوي في ال. بصوا انا اقول لكم على حاجه حلوه كمان، انا ممكن لو ان شاء الله ان شاء الله ربنا كرم ممكن اخصص يوم واليوم اللي بعديه واشرح لكم اللوكر وكده، يبقى بصوا بقى داتا اناليسيس، داتا اناليسيس بقى. ايوه كده بقى، هو ده الكلام. الكورسات اللي بفلوس دي وكتاب الله، وكتاب الله ما بهزر، الكورسات دي بفلوس ده هتحطنا على التراك يا ريس، هتكون كده خلصان. خلاص كده يا عم يوسف، يعني ممكن نتكلم مثلا في بكره، قصدي يوم الجمعه الجايه في اس كيو ال، والمحاضره اللي بعديها يبقى لوكر، بس مش السبت بقى على طول يعني عشان لا ما هو لا ما هو مش للدرجه بقى يا عم، احنا عايزين نخلص بقى ماشي. هنبقى جمعتين طيب، نبقى جمعه وجمعه، يبقى جمعه وجمعه ماشي، مفيش مشكله جمعه وجمعه. ميرسي جدا لحضرتك، شكرا. ماشي شكرا جدا لكم يا شباب، شكرا قوي لكم. ايوه يا محمد بنشكرك جدا على انا بحبكم بتاعك والله بجد، انا بحب اقول لك حاجه، متشكرين جدا محمد ربنا يبارك لك والله بجد، انا والله بحبكم والله والله فعلا فعلا. انا وانا بكلمكم على فكره انا همت، انا صوتي همد والله، بس انا والله انا على قلبي زي العسل، انا اهم حاجه الناس تبقى مبسوطه والناس تتعلم، يعني فعلا فعلا سبحان الله ممكن حاجه زي كده ربنا بيسترها عليا في حاجات تانية كتير، يعني ممكن يبقى في شر جاي لي حاجه زي كده بعملها اللي هو ايه ممكن ربنا يبعدها عني. ف حبيبي يا رب تستاهل كل خير والله، حبيبي يا صاحبي والله. فانا بقول لكم ايه، انا ان شاء الله ان شاء الله انا بقول لكم ان شاء الله الحاجه دي هتكون الاسبوع الجاي هيكون في سيكوال، يوم الجمعه الجاي هيكون في سيكوال، وهيكون الموضوع ال حبيبي يا ابو احمد، واللي بعدين ان شاء الله هيبقى لوكر وكده. بصوا كده الله يبارك لكم والله يعني كده انا فعلا انا عايزكم بقى شباب، بقى عايزكم لو سمحتم حاجه بس، يعني حاجه بس تعملوها لو سمحتم متابعه، انا عندي على انا محتاج قوي دعمكم في حته اللينكد ان، لو ينفع تعملوا الداشبورد وتصوروها وترفعوها على لينكد ان وتعملوها لي في منشن في لينكد ان زي ما عملها قبل كده كمان، ممكن ماشي يعني ماشي. لو ينفع انا هبعت لكم انا هبعت لكم صفحه اللينكد ان اهي، انا كده كده عامل متابعه مثلا حبيبي صبرا، انا هعمل لكم صفحه اللينكد ان اهي هبعتها لكم، و هو ايه ما بيحملش ولا ايه، وهبعتها لكم يا اتمنى بس لو انتوا عملتوا بس الداشبورد وتظبطوها تعملوا لي بس منشن، وعشان فعلا والله انا محتاج الموضوع ده، انا يا جماعه والله فعلا انا محتاج الموضوع ده، فيبقى كتر خيركم اهو، انا اهي واهي، وناخد دي كده كوبي وابعتها لكم اهي دلوقتي على الشات، وهبعت لكم كمان على الواتساب، يبقى كتر خيركم قوي في اللقطه دي، عشان فعلا فعلا الموضوع انا محتاج ان انا يعني تعملوا بس منشن شويه على اللينكد ان، عشان بس عايز اطلع شويه في اللينكد ان. ممكن يا شباب انا بس بقول لكم اهو كل حاجه كلير اهي تمام. حضرتك نعم اتفضل، انت طوب يا مدير، انت حبيبي انت حبيبي والله. خليل انت بتقول ايه يا خليل؟ بقول حضرتك تؤمر يا باشمهندس. حبيبي والله انا تحت امركم، شكرا جدا لكم يا شباب، انا يعني بجد الباتش دي الباتش ده والله 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 بقسم لكم بالله انا فعلا مبسوط ان انا اشتغلت معاكم جدا، يعني واتمنى ان اشوفكم في جمعيه رساله كده، او نتمنى ان احنا نقعد كده في قهوه كده ولا حاجه. انا على فكره انا من الزاويه الحمراء، انا من الزاويه الحمراء على فكره، انا من القاهره، ما اعرفش بقى في حد تاني من القاهره معايا ولا باقي يا باشا، انا مش مقتنع من القاهره، انا جنب حضرتك في الزيتون حبيبي حبيبي القاهره، القاهره اسم الامريكي كويس كويس كويس، انا من الزاويه الحمراء بره الجيزه حبيبي. لا انتوا حبايبي، انتوا على راسي من فوق كلكم، ابو واحد وابدا وصح، انتوا منين؟
نقلق من مشاهد الاونات الجيزه برضه بجد والله على نفس الخط معايا. كويس كويس ماشي يا شباب، انا مبسوط جدا، وان شاء الله ان شاء الله نتقابل يوم الجمعه الجايه في الاس كيو ال. هبعت لكم مستعد. تنزلوا برنامج ايه عشان نشتغل عليه. اوكي تمام توكلنا على الله باذن الله. توكلنا على الله. ماشي شكرا لحضرتك. شكرا قوي ليكم، انا فعلا مبسوط. شكرا قوي ليكم. هو احنا مبسوطين والله يا محمد، ربنا يبارك لك يا حبيبي. حبيبي يا عبد الحميد. شكرا قوي ليكم. السلام عليكم. مع السلامه.